الخير. فترات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا بسنت. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيتفرجوا علينا. امبارح شفنا حلقة استثنائية لبرنامج صباح الخير يا مصر من مدينة العالمين الجديدة، حلقة وصفت قد إيه بلدنا فيها أماكن استثنائية وجميلة مليانة بالإنجازات، وشفنا التنمية، شفنا قد إيه العالم مبهور بالإنجاز الكبير اللي حققه المصريين في زمن قياسي. مشروعات عملاقة جذابة للسياحة اتصممت على أحدث النظم العالمية، وده طبعا يا شاذلي هيخليني أسألك عن جولتك، لكن خليني الأول كمان أقولك أنه أنا بصراحة لما اتفرجت على الحلقة عجبتني قوي، عجبني قد إيه إحنا دلوقتي عندنا وعي كبير قوي باللي عايزه السايح لما يجي مصر. إحنا ربنا سبحانه وتعالى وهب لنا مناظر طبيعية كتير، لكن ما كانش ده كفاية، لازم يبقى عندنا مناطق تجذب السياحة، لأنه دلوقتي إحنا بنفكر لما نيجي عايزين نروح بلد فيها مناطق سياحية ساحلية، لكن كمان عايزين نتسوق، عايزين أماكن ترفيهية، عايزين مدينة متكاملة، وده اللي العالمين دلوقتي بقت بتحققه. احكي لنا عن تجربتك امبارح. بصراحة عايز أقول لك على حاجة، مبدئيا كده أنا طبعا لازم أروح قريب عشان أتفسح. يعني إحنا رحنا اشتغلنا خلاص لكن ما تفسحناش، لا لازم أروح عشان أتفسح. المكان هناك كل حاجة موجودة فيه، يعني انت بمجرد ما تدخل انت شايف مشروع متكامل من كافة الجوانب. لو هنتكلم عن منتجع الماسة اللي كنا موجودين فيه امبارح، فكل حاجة موجودة، اي حاجة انت بتدور عليها عشان تقضي اجازتك الصيفية او حتى عايز تقضي فترة في الشتاء هي موجودة هناك. اي حاجة كنت بتفكر عشان تسافر برا مصر عشان تتفسح هي موجودة. كنا دايما لما بنسافر برا مصر كنا بننبهر بالأبراج العالية اللي موجودة وبتطل على المية. موجودة عندنا الأبراج العالية الحمد لله في منتجع الماسة وفي مدينة العالمين بشكل عام. الألعاب المائية طبعا كنا بنشوف بقى الفلاي بورد والجيت سكي والحاجات دي موجودة برا، وبرضو بننبهر أول ما نشوف الفلاي بورد دي بسنت بننبهر، صح؟ ده حقيقي. موجودة عندنا في مصر. كل حاجة موجودة، يعني هو المكان يصلح للإقامة، يصلح للعمل، يصلح للسياحة، يصلح للاستثمار في خدمات. انت الصبح موجود مثلا على الشط بتتفسح وبتستجم، بعد كده بتخلص طب عايز تروح في مكان تروح فين، بالليل موجود عندك المول، في سينمات، مش سينما واحده، سينمات وبتقنيات صوتيه عالميه مش موجوده في دول كتيره في العالم، ودي اول مره تكون موجوده في مصر هذه التقنيات الصوتيه. عندك مول، عندك الفود كورت، وزي ما كنا عرضنا لحضراتكم امبارح، يمكن اللي شاف التقرير بتاع الفود كورت امبارح شاف فود كورت مختلفة عن اللي احنا عارفينها، يعني في غير المطاعم وغير الكافيهات غير السوبر ماركت، موجود كمان حاجات تانية، موجود فروع لبنوك. يعني انت متخيلة ان انا مثلا مش لمجرد مكنة ATM لو عايز اسحب فلوس، لا ده في فرع بنك، يعني انا لو عندي مشكلة في الحساب بتاعي او حصل اي حاجة في الحساب بتاعي انا هدخل اعالج المشكلة. مدينة متكاملة نقدر نعيش فيها، يعني نفس الحاجات اللي احنا بنقدر نعملها في القاهرة هي نفس الحاجات اللي نقدر نعملها في العالمين. كمان احكي لي عن الحفلات، يعني عجبتني قوي كمان المكان الكبير الموجود اللي يستوعب عدد كبير من الناس عشان الحفلات. طبعا المسرح كمان يا جماعة، المسرح مصمم بطريقة مختلفة ومبتكرة، واحنا شفنا طبعا حفلة تامر حسني وعمرو دياب كمان عنده حفلة في نص الشهر في نفس المكان. المسرح مصمم بطريقة جديدة ومختلفة بيستوعب عدد كبير جدا من الناس، والمسرح مشغلينه في الصيف وبرضه في الشتاء، شغال في الصيف للحفلات الصيفية وفي الشتاء مشغلينه طبعا كسينما للسيارات. وشفنا حفلة ويجز كمان، كانت حفلة يعني كان عليها إقبال شديد جدا، وفي أول يوم أو أول ما أعلنوا كان في إقبال شديد جدا على التذاكر، وتقريبا في أول يوم 10,000 تذكرة اتباعوا.
فكان في اقبال شديد على الحفلات. الناس هناك مبسوطه كمان بالمول. يعني المول نفسه لو حضراتكم تفتكروا من سنه كده اول ما خرج للنور وشفنا السقف بتاع المول وهم حاطين سقف معلق عباره عن سما، فبيقول لك الصوره اللي انتشرت على الفيسبوك يقول لك انت تدخل المول ده الساعه 12 بالليل، تتخيل او تفتكر ان انت الساعه 10 الصبح او الساعه 12 الظهر من الشمس. يعني انت متخيل ان في شمس من خلال السقف اللي هم حاطينه سما وشمس وبتاع، فيعني كل حاجه فيه مختلفه مميز قوي. لانه زي ما قلت لك يا شاذلي انه الناس دلوقتي لما بتسافر مهمه قوي عندنا التسوق، حاجه مهمه جدا بقى. يعني حد عايز يروح اي مكان ساحلي في بحر في حاجات ترفيهيه كتير، لكن التسوق حاجه مهمه جدا. الشوبينج بقى جزء اساسي من حياتنا، كمان بيعبر عن البلد نفسها، بالذات ان احنا كمان بقينا بنشوف اعمال يدويه للحاجات المصرية كمان بتتقدم هناك. صحيح. بصي عايز أقولك كمان، وانت بتتكلمي عن الحاجات اللي احنا بنعملها اللي بتجذب سياحة سواء مصرية او سياحة وافدة من الخارج، الفندق اللي موجود كريستال إن ده كامل الحجز لشهور قدام، ومش هو بس، كل الفنادق اللي موجودة هناك كامل الحجز لشهور قدام، في اقبال شديد جدا عليها لان المنطقه يعني مسوقه نفسها زي ما بنقول، كل حاجه موجوده فيها، انت اي حاجه بتحتاجها موجوده في المنطقه دي. فبنلاقي في سياحه مصريه وسياحه وافده، والحقيقه هم شغالين خلال الفتره دي على الترويج للمنطقه دي، وكان واضح من خلال الحلقه ومن خلال ضيوفنا ان هم شغالين للترويج لهذه المنطقه لان هي تستحق. كل حاجه موجوده، انت عندك مسجد، مش مسجد واحد كمان، ده مسجدين، ملك الملك ومسجد الماسة، برضو خدنا جوله في المسجدين. عندك منطقه تراثية، عندك مسرح روماني، عندك مكتبة، عندك الفندق في قاعة مؤتمرات لاستقبال ضيوف مصر وعقد كافة المؤتمرات من أي مكان في العالم. فأنت مستعد بهذه المنطقة أن أنت أولاً منطقة جاذبة للاستثمارات في مجال السياحة، وفي نفس الوقت أنت مستعد لأي حدث أياً كان هذا الحدث، وقادر تقعد فيها كل أيام السنة. أنت وده الجديد بقى بالضبط، كان الأول العالمين إحنا متعودين عليه هم 3 شهور الصيف اللي بنروحهم هناك وخلاص على كده، لكن في الشتاء إحنا فاكرين أن الجو هناك هيبقى برد جداً، مش هي ما فيش أصلاً خدمات كمان كانت، لكن دلوقتي في خدمات تقدر تستوعب الزائرين كل أيام السنة اللي يكونوا مقيمين كمان في مدينة العالمين. وده بقى مفهوم فعلًا السياحة المستدامة، يعني سياحة على مدار العام 365 سياحة، أي وقت أنت بتروح هناك بتلاقي الدنيا فيها رواج لأن الدنيا شغالة هناك، الأماكن هناك مؤهلة ومجهزة في أماكن للسكن، ده طبعًا بخلاف الأماكن بتاعة الصيف والفسح والخروجات، في أماكن العمل وأماكن للإقامة، شقق للسكن، فكل حاجة متوفرة هناك، وبالتالي دي سياحة طول العام، بالإضافة لأن في هناك جامعات كمان، ففي سياحة تعليمية وده نوع مختلف من أنواع السياحة، يعني الطلبة كمان وهم موجودين، وطبعًا الطلبة موجودين في طول السنة يعني في العام الدراسي، فبالتالي في الشتاء هم موجودين كمان هنا. فأعتقد دي عوامل جذب سياحية رهيبة واستثمارية كمان. ده حقيقة شاذلي، وأنا في الحقيقة بحييك أنت وهدير على الحلقة الاستثنائية دي امبارح، أنتوا عيشتونا كل الأجواء، قدرتوا تورونا من عينيكوا أنتوا وتشرحوا لنا اللي حصل هناك في العالمين كأننا كنا موجودين بالظبط. وعايز أقول كمان في، وإحنا بنتكلم عن الفود كورت عشان بس في حاجة ننسيتها، في مطعم، المطعم ده عالمي يعني مش براند مصري، لا ده مطعم عالمي فاتح في دول كتيرة بره مصر، جه فتح فرع هناك وفي إقبال بالمناسبة، جذب كبير للاستثمارات يعني من مطاعم، من حتى على فكرة يعني ممكن كمان في الفترات الجاية نشوف الحفلات دي، نشوف نجوم عالميين، وزي ما شفنا في الفترات اللي فاتت نجوم عالميين جم زاروا مدينة العالمين وشفنا إقبال كبير من المصريين. وخليني كمان أقول لك يا شاذلي أنه مهم جدا دلوقتي أن احنا نشوف إقبال كبير من المصريين على السياحة الداخلية. يعني صحيح، كنا الأول للأسف بنشوف كتير مننا بيسافر برا مصر، لكن دلوقتي احنا بقى عندنا مناطق كتيره جدا مش بس بتنافس لا كمان بتتفوق على المناطق العالميه، وده يعني حتى بقينا نشوفه باشاده من المواقع الامريكيه الكبرى زي فوربس لما اشادت بمصر ان هي مزار سياحي عالمي يستحق الزياره من رواد او الزائرين العالميين. لنقدر نقول لحضراتكم افخروا ببلدكم، لان بلدكم خلال 3 أو 4 سنين صنعت معجزه في هذه المنطقه الصحراويه اللي كانت حقل للالغام، وكانت الناس بتخاف وهي معديه من هناك، واكيد حضراتكم اللي كان بيسافر ويروح مرسى مطروح عارف المنطقه دي كانت عامله ازاي كويس قوي.
دلوقتي الوضع مختلف تماما، انت في مدينه تضاهي كل المدن السياحيه العالميه، حجم مشروعات عملاق بيتم تنفيذه في مدينه العالمين الجديده بشكل عام. وخلينا نشبه اللي بيحصل في مدينه العالمين الجديده باللي بيحصل في العاصمه الاداريه الجديده من حجم المشروعات، من الامتداد العمراني سواء من القاهرة رحنا للعاصمة الإدارية الجديدة أو من اسكندرية رحنا لمدينة العالمين الجديدة. ده حقيقة شاذلي. وخلونا دلوقتي مشاهدينا قبل ما نبدأ فقراتنا نشوف أخبار الطقس مع زميلتنا الموجودة معنا في الاستوديو دلوقتي دينا شرف. لكن خلينا أقول لك على حاجة قبل ما نشوف الطقس، يعني هو الجو أعتقد أنه هو لطيف النهاردة، لكن قبل ما نشوف الطقس خلينا برضو نشجع الناس، خلينا نشجع الناس على أن هي تروح. الناس اللي كانت بتحب تسافر بره مصر لازم دلوقتي تروح، يعني انت بدل ما كنت بتفكر ان انت تصيف بره مصر وبتروح وبتصرف فلوس بره مصر، لا ده بقى موجود، يعني كل حاجه انت كنت بتدور عليها بره مصر دلوقتي بقت موجوده. وده كلامنا عن الطقس، ان الجو حلو جدا في العالمين. انت كنت امبارح انا شايفه الهواء هي الشمس قويه، يعني خلينا برضو نعترف. وده برضه على فكره عامل جذب، يعني هو الشمس قويه ده عامل جذب، لكن في هواء يعني الناس بتيجي من بره عشان شمس مصر بالذات، يعني الساحل الشمالي عامه في شمس حاميه لكن على طول في هواء، الهواء ده يعني مخلي الجو شويه مش حر زي ما بنشوف في القاهره مثلا. طيب بنصبح لحضراتكم مره ثانيه وانتظروا ان شاء الله معانا فقرات كتيره ومتنوعه. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير على حضراتكم مره ثانيه. وقبل ما نبدا فقراتنا خلونا نصبح على زميلتنا في الاستوديو دينا اللي هتعرفنا اخبار الطقس. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا بسان. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا دينا. انا قلت لها ان الطقس حلو بصراحه بس ما اعرفش. انت بتقول كام من عندك انت؟ يعني انا توقعت ان هو يبقى حلو. هل الطقس ده انت راجع من انت المفروض بتقدمه ولا لا؟ اتفضلي يا فندم. لا بس انا بجد بحييك، امبارح يعني انت وهدير عملتوا حلقه فعلا استثنائيه، عرفتونا كلنا حاجات عن مدينه العالمين ما كناش كنا نعرف عنها، خاصه ان انا لحد دلوقتي لم يحالفني الحظ ان انا ازورها، بس خلاص انا اتشوقت. ان شاء الله يحالفك بقى الفتره الجايه. ان شاء الله باذن الله ناخد اجازه ونسافر كلنا سوا باذن الله. يعني نشوف الاجواء هناك فعلا، انه شوقتونا ليها بشكل كبير جدا. وعايزه افكركم طبعا ان احنا لازم كلنا نتابع النهارده ماتش مصر والبرازيل الساعه 12، وان شاء الله نتمنى الفوز لمنتخب مصر الاولمبي باذن الله. ان شاء الله. هطمنكم بقى على حاله الجو. خلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس النهارده. بيواصل الطقس ارتفاعه في درجات الحراره، والطقس هيكون شديد الحراره رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري، لسه رطوبه مكمله معانا وبتتراوح ما بين درجتين واربع درجات، طبعا ده اللي بيخلينا نحس بدرجه حراره مرتفعه شويه. كمان في نشاط رياح على مناطق من السواحل الشماليه وجنوب سيناء، ده غير كمان ان في شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق المؤديه الى القاهره الكبرى والوجه البحري. درجه الحراره في القاهره النهارده 39، واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 42، واقل درجه حراره في كالعاده طبعا في مطروح 32 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شويه، لكن خليني ارجع مره ثانيه لمحمد وبسنت علشان نبدا فقرات صباح الخير مصر. واضح عشان انت جاي من العالمين فالجو بالنسبه لك كان حلو، لكن درجه الحراره 39 النهارده. صباح انا هرجع هناك تاني. بالظبط، كلنا خدنا معاك بقى كلنا. شكرا دينا. بنشكرك يا دينا. شكرا ليك. النهارده مشاهدينا عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات اللي بتهم حضراتكم، وكالعاده خلونا نبدا بالاخبار اللي حصلت امبارح، ومن اهمها مركز معلومات مجلس الوزراء نشر انفوجراف سلط فيه الضوء على جهود مصر لمكافحه الاتجار بالبشر، وكمان تقديم وزاره الداخليه المساعدات العينيه لعدد من اسر نزلاء السجون والمفرج عنهم، واعلان وزاره التضامن عن زياده عمل الساعات اليوميه بمعرض ديارنا في مارينا بسبب الاقبال الكبير من الجمهور. كمان من ضمن الأخبار اللي هتكون معانا بسنت إطلاق مبادرة قدم صحيح لتوفير العلاج بالمجان لمرضى القدم السكري، وهيئة قناة السويس كمان بتحقق رقم قياسي جديد بعبور 71 سفينة من الاتجاهين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإعلانها عن وضع حجر الأساس لمشروع تصنيع أجهزة كهربائية في العين السخنة. وأخبار تانية كتير لكن بدايتها هتكون مع بسنت. تفضلي بسنت. بشكرك يا شاذلي. مركز معلومات مجلس الوزراء نشر انفوجراف جديد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، واللي بيجي السنة دي تحت شعار أصوات الضحايا تقود الطريق. الانفوجراف بيسلط الضوء على أهمية الاستماع للناجين من جرائم الإتجار بالبشر والتعلم منها في إطار حملة القلب الأزرق، ودي مبادرة عالمية لزيادة الوعي بمكافحة الإتجار بالبشر والمساعدة في منع الجريمة. خليني أقول لحضراتكم إن الإتجار بالبشر يعني ده الشكل الجديد
جديد للعبودية. بنشوف طبعا أشكال كثيرة جدا، منها الاستغلال للأطفال والاستغلال للنساء سواء الجنسي أو في الأعمال القصرية، بنشوف الحمل بالإنابة، أشكال كثيرة جدا من الإتجار بالبشر. والمبادرة دي موجودة عشان توعي أو تزيد طبعا الوعي لدى الحكومات والمجتمعات عشان يحاربوا هذه الجريمة. كمان من ضمن أخبارنا، وزارة الداخلية نشرت فيديو بيرصد جهود الوزارة والتعاون مع أسر نزلاء السجون والمفرج عنهم وتقديم المساعدات ليهم طبعا بالتنسيق مع الجهات المشاركة، وده بيجي في إطار تفعيل الدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال تبني المساهمات والأنشطة الخيرية. كمية كبيرة من المساعدات موجودة هنا، وهي أجهزة منزلية وكهربائية خصصتها وزارة الداخلية للمفرج عنهم وأسر المسجونين تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، حيث نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة احتفالية لتوزيعها على المستفيدين منها. واقفين معانا جدا، ربنا يبارك لهم. بنشكر السيد الرئيس وبنشكر كل جميع اللي هم مهتمين بينا في قلب الرعايه، ربنا يبارك لهم، متشكرين جدا. جينا استلمنا البوتاجاز كنت مقدمه عليه واستلمناه على طول الحمد لله. توفير تلك المساعدات جاء بالتعاون مع بعض الجهات الحكوميه والخاصه، وفي اطار الدعم والرعايه التي تقدمها وزاره الداخليه لهذه الفئه بما يحقق لها وسيله لحياه كريمه وكسب حلال بعيدا عن مسلك الجريمه، ما يؤدي في النهاية إلى دمجهم في المجتمع. كنت محبوسة وخرجت معايا جواب السجن، رحت الرعاية اللاحقة، محدش أثر معايا، بعتولي حد البيت قالولي تيجي النهاردة، فجيت هنا لقيتهم بيقول لي في غساله ولو في اي حاجه ناقصاكي، وبيبلغي بيها الرعايه. تواصلت قالوا لي اللي احنا نقدر نساعدك بيه واللي احنا نقدر نقدمه لك، قلت لهم 1 2 3. بالفعل اتصل عليا وانا جاي دلوقتي على اساس ان انا اخد الشيء اللي انا طلبته منه. اذا كان مفرجا عنه او فردا في اسره سجن عائلها يمكنه الاستفاده من تلك المساعدات، فوزاره الداخليه تتواصل معهم دائما وتلبي احتياجاتهم باستمرار، مع امكانيه توفير سبيل لكسب حلال عن طريق مشروع يدر دخلا ثابتا عليهم. لما جوزي دخل السجن فقدمت الورق بتاعه كله، وبقوا يتواصلوا معانا بقى بالتليفونات وعايزه ايه وطلباتك ايه، وبقى يجوا لنا والحمد لله كويسين. تؤكد وزارة الداخلية من خلال تلك المساعدات على أن سياستها العقابية هدفها الأساسي الإصلاح والتأهيل، وألا يعود المفرج عنه مرة أخرى إلى السجن، لذا توليه الرعاية باستمرار. وزارة التضامن الاجتماعي قررت زيادة ساعات العمل اليومية في معرض ديارنا مارينا للحرف اليدوية والتراثية، واللي مقام في منطقة مارينا 5 بمدينة العالمين الجديدة، وبكده هيفتح أبوابه للجمهور من الساعة 4 العصر بدل من الساعة 6 بالليل، وهيستمر لحد الساعة 4 الفجر، وده بسبب طبعا الإقبال الكبير اللي بيشهده المعرض من بداية انطلاقه. المعرض ده موجود يا شاذلي من يعني دي السنة الثانية ليه. طبعا حاجة كويسة قوي من وزارة التضامن ان هي تبقى موجودة في الساحل دلوقتي وتستغل الإقبال الكبير من المصيفين على الساحل الشمالي عشان تشجع طبعا الحرف اليدوية وتشجع طبعا المنتجين المصريين اللي عندهم أعمال صغيرة ان هم يبيعوا أكتر في الفترة دي. طبعا يا بسنت، دي تاني مرة زي ما انت قلتي في الساحل، ودي الدورة رقم 14 لهذه المبادرة وهذا المعرض. وجوده في الساحل مهم في هذا التوقيت، طبعا اقبال كتير من الناس، لكن عايز اقول لكم على حاجه، ان السلع والمنتجات والحرف كل حاجه موجوده هناك باسعارها اللي هي العاديه خالص، مش لمجرد ان هم موجودين في الساحل فاسعارها مختلفه، لا بنفس السعر. عندنا 250 عارض موجودين في هذا المعرض في هذا المكان تحديدا، كل الحرف اليدويه موجوده، في حاجات بيعاد استخدامها، يعني في بعض الأقمشة بيعاد استخدامها بطريقة معينة تصنع شنطة، طبعا بنشوف الحاجات دي كتير. في شغل الخزف موجود، شغل الخشب، شغل الأرابيسك موجود اللي احنا
بنقول ان شغل الارابيسك يعني ما بقاش ليه سوق او ما بقاش ليه جمهور خلال الفتره اللي فاتت، لا موجود، واحنا شفنا هناك ناس مقبلين على الارابيسك والناس هناك مبسوطه، يعني العارضين نفسهم مبسوطين بالمعارض اللي زي دي لان هي بتساعدهم في الترويج لمنتجاتهم. شفنا كمان بقى وده المهم بصراحه، يعني شفنا هناك حد من الشباب اللي بيعرض منتجات جلديه هناك عباره عن شنط ومحافظ وحاجات من دي. اولا طبعا هو بيتعامل مع الصيف والساحل فبيختار الوان وبيختار موديلات تناسب لكن بنفس الاسعار بتاعته اللي بيبيعها عادي. لكن الجميل في الموضوع ان هو بيدرب البنات والفتيات والسيدات المعيلات اللي موجودين، وتحديدا يمكن هذه العارضه كانت بتدرب ناس من بشائر الخير من مشروع بشائر الخير، خدت السيدات الموجودين هناك وبتدربهم وتعمل لهم دورات تدريبيه، واللي بيجتاز الدوره التدريبيه بتاعته بتاخده بينضم للورشه بتاعتها للتصنيع. شفنا برضو سيده من سوهاج بتصنع التولي طبعا، واحنا مشهورين جدا ده من تراثنا صناعه التولي، شفناها وهي برضو معاها 30 سيده في المصنع بتاعها او في الورشه بتاعها بيصنعوا التولي. شفنا ناس كمان من سينا عارضين كل المنتجات السينوية اللي احنا دايما بندور عليها، زيت الزيتون، زيت الزيتون البكر اللي هو المعمول على البارد او المعصور على البارد ده احنا دايما بندور عليه، موجود جالنا لحد عندنا، موجود في المعارض سواء موجود في القاهرة او في اي محافظة لما بيكون في معارض او في هذا المعرض موجود كل المنتجات، كل الحرف موجودة، حرف كانت بتنتهي او بتندثر لا رجعناها مرة تانية. فاعتقد ان المعرض موفق او اختيار المكان كان اختيار موفق للغاية، وطبعا زي ما قلنا ان هو بيساعد صغار المنتجين والشباب على الترويج لمنتجاتهم وفي نفس الوقت الحفاظ على الحرف التراثية المصرية من الاندثار. كمان من ضمن أخبارنا، المجلس الأعلى للمستشفيات أطلق مبادرة اسمها قدم صحيح، ودي مبادرة لدعم مرضى القدم السكري لغير القادرين، ده طبعا من خلال تجهيز غرف مخصصة لتقديم العلاج للمرضى في 14 مستشفى جامعي في مختلف أنحاء الجمهورية، ده بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، وده هيكون في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. طبعا هو اكتشفوا له علاج للقدم السكري، مش لعلاجه أو يعني عشان ما نصلش إلى مرحلة بتر القدم السكري في العالم، لكنه علاج غالي للغاية، لكن سيتم توفيره من خلال حياة كريمة. طبعا احنا عندنا في مصر حوالي 9 مليون مريض سكر، منهم 10% معرضين لأن هم للأسف يحصل لهم بتر في القدم بسبب طبعا تأثير السكر وارتفاع السكر اللي بيأثر على الدم وبيأثر على العين وبيأثر على الأعصاب، فبالتالي الدم ما بيوصلش كويس للرجل. فيعني بنشوف، احنا شفنا حالات كتيرة بالضبط، شفنا حالات سلط عليها الضوء الفترة اللي فاتت للقدم السكري، وللأسف تم بتر الأقدام في الفترة دي. فمبادرة طبعا مهمة جدا، يعني ان احنا نحمي طبعا المواطنين من التعرض مثل هذه طبعا المشكلة الكبيرة والأزمة الكبيرة اللي ممكن يمروا بيها. هيكون كمان في جانب توعية، يعني المبادرة في مرحلتها الأولى هي 3 سنين، هتقدم العلاج ل 100 مليون أو ل 100,000 مواطن، وهتقدم النصيحة والتوعية لحوالي 1 مليون مواطن، والمبادرة مستمرة طبعا لمساعدة المصابين بهذا المرض. من الأخبار كمان اللي معانا، وكالة موديز للتصنيف الائتماني أكدت تثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري B2 عند المحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة، وشكلت الخطوات الاستباقية والمنهجية والعلمية لمواجهة جائحة كورونا والسياسات الاقتصادية الإصلاحية والهيكلية اللي أخذتها الدولة المصرية كحائط صد قدام التداعيات السلبية للأزمة، خصوصا مع تبني استراتيجيات وخطط ومبادرات داعمة لقطاعات الدولة المختلفة سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصحي، وده الأمر اللي ساهم في عودة الحياة لطبيعتها وحقق معدلات نمو إيجابية بشهادة المؤسسات الدولية. التقرير كمان أشار أن مصر جت في المركز الثاني على العالم في مؤشر الإيكونومست عن عودة الحياة لطبيعتها قبل طبعا جائحة كورونا ب 94.8 نقطة. ليه طبعا التصنيفات دي مهمة يا شاذلي؟ لأن التصنيفات دي لما بتيجي من عندهم هم، من طبعا وكالات من عندهم موثوق فيها، الأرقام دي بتطلع من عندهم هم، بتشجع المستثمرين الأجانب طبعا. إن هم يثقوا في الاقتصاد المصري، لأن في الأول وفي الآخر دي مش أرقام طالعة من عندنا، لا ده بإشادة الوكالات والتصنيفات العالمية للاقتصاد المصري. مصر قدرت إن هي تعمل إنجاز كبير قوي فشل فيه
كتير من دول العالم ان هم يقدروا يحققوا النجاح الكبير، او ان هم يقدروا يتخطوا طبعا الكارثه اللي حصلت في بسبب طبعا جائحه كورونا. مصر طبعا قدرت ان هي تطلع بالاقتصاد وتتخطى هذه الجائحه بشكل طبعا زي ما احنا شفنا بتصنيفات عالمية بشكل يعني مبشر جدا للمستقبل وفي نفس الوقت مشرف. طبعا يا بسنت، وزي ما انت قلتي احنا تاني بعد هونج كونج على طول في العالم. دول كتيرة ما قدرتش ان هي تعمل اللي احنا عملناه، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نتجاوز أزمة فيروس كورونا سريعا ونقف على رجلينا بفضل طبعا سياسة الإصلاح الاقتصادي، للسياسة المرنة اللي مصر اتبعتها خلال الفترة الماضية واللي احنا بنجني ثمارها. طبعا دي مهمة، هذه الإشادات زي ما بسنت كانت بتقول هم مش محتاجين ان هم يجاملونا، الشهادات دي وهذه الإشادات مهمة جدا في حق الاقتصاد المصري، لان هي أداة مهمة للمستثمرين لمزيد من الاستثمارات، لشراء سندات، للدخول في السوق المصري بمنتهى الثقة، لان هو كل المستثمر ايه اللي بيحتاجه ان هو يكون واثق أنا داخل بلد، واثق إن أنا هعرف أشتغل فيها، واثق إن البلد أمنيا وسياسيا مستقر واقتصاديا أيضا مستقر، واثق إن أنا لا قدر الله لو حبيت أمشي في أي وقت فكل حاجة بالنسبة لي مش هيكون فيها أي مشاكل، في تسهيلات في كل حاجة. فأعتقد إن كل هذه الإشادات مهمة طبعا لجذب مزيد من الاستثمارات. طيب من ضمن كمان الأخبار اللي معانا، حركة مرور السفن في قناة السويس سجلت امبارح رقم قياسي جديد كالمعتاد. طبعا احنا كل فترة بيكون عندنا رقم قياسي في قناة السويس، عندنا رقم قياسي جديد بعبور 71 سفينة من الاتجاهين بدون انتظار، ده بإجمالي حمولات صافية وصلت لي ما يزيد عن 4 مليون طن. الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قال إن الأرقام القياسية دي بتسجلها حركة الملاحة اليومية في القناة بتدي دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية اللي بتحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي، باعتبارها طبعا أقصر وأسرع الطرق الملاحية والاختيار الأول والأكثر أمانا لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب. وأعتقد أنه اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت من أزمة سفينة البنامية الجانحة أظهر مدى أهمية قناة السويس بالنسبة لحركة التجارة في العالم كله. عندنا قناتين سويس عشان ما يبقاش في انتظار، وده اللي بيخلينا نحقق أرقام قياسية، إن السفن بتتحرك في الاتجاهين من الشمال للجنوب ومن الجنوب للشمال بمنتهى الانسيابية، ما عندناش أي مشاكل، أعمال التكريك بتتم باستمرار، ولسه في أعمال توسعة كمان بتتم الفترة اللي احنا دلوقتي موجودين فيها، بتتم أعمال توسعة كركات جديدة. فاحنا شغالين في قناة السويس لجذب الدول وجذب مزيد من العملاء لقناة السويس، خلينا نقول عليهم عملاء لأنهم طبعا حركة التجارة العالمية دلوقتي بقى في حركة شوية عن الأول، طبعا كانت متأثرة بسبب أزمة فيروس كورونا، لكن السياسات المرنة اللي اتبعتها القناة في جذب مزيد من العملاء وجذب مزيد من الدول عشان تعدي بسفنها من خلال قناة السويس، أعتقد إن هم قاموا بجهود كبيرة جدا يا بسنت خلال الفترة اللي فاتت. ده حقيقي يا شاذلي، وزي ما احنا اتكلمنا إن دايما لما بنشتغل بطريقة صح وبنعمل مجهودات كبيرة بنحقق مش بس أرقام كبيرة، لا بنحقق كمان ثقة في المستثمر الأجنبي. وده بياخدنا للخبر الثاني، اللي هو محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبي، شهد وضع حجر أساس لإحدى الشركات الصينية العاملة في مجال الصناعة الأجهزة الكهربائية واللي بتعمل مشروعاتها في منطقة تيدا مصر الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، وهتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 25 مليون دولار، وهتوفر فرص عمل مباشرة لأكثر من 500 عامل، وهيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في أواخر 2022. طيب من الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة، النهاردة هيمتحن طلاب الثانوية العامة علمي علوم الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي عدد 292,428 طالب وطالبة. هيمتحن كمان طلاب علم رياضة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية أو الاستاتيكا بإجمالي عدد 100,435 طالب وطالبة. والنهارده هيختتم طلاب القسم الادبي امتحانات الشهاده الثانويه الازهريه، وهيمتحن الطلاب امتحان ماده الادب والنصوص، وباجمالي عدد طلاب القسم الادبي 74,754 طالب وطالبه. هترجع مصر القافله الطبيه اللي ارسلتها جامعه اسوان لدوله تنزانيا الشقيقه، واللي بدات فعاليتها يوم 22 يوليو، وضمت مجموعة من أساتذة كلية الطب في جامعة أسوان من مختلف التخصصات. القافلة قامت بإجراء العديد من العمليات الجراحية لعشرات الحالات
من دولة تنزانيا، وكمان تم الكشف عليهم وتقديم العلاج ليهم بالمجان. مطار مرسى علم الدولي هيستعد من النهاردة والحد الأسبوع الجاي باستقبال 55 رحلة طيران دولية وداخلية من مجموعة مطارات دولية عليها مئات السياح الأجانب من عدة دول مختلفة. قلوب المصريين كلها مع منتخب مصر الأولمبي النهاردة لكرة القدم اللي هيخوض مواجهة كبيرة الساعة 12 الظهر قدام البرازيل في منافسات ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. كل التوفيق ليهم، ربنا معاهم والله، وخالص دعواتنا ليهم، وإن شاء الله بإذن الله يحققوا إنجاز ويشرفونا كمان. صباح الخير على حضرتكم مرة تانية، ولسه مستمرين معكم في فقرتنا في صباح الخير يا مصر. في نسخة نادرة من كتاب قوانين كرة القدم طرحها نادي شيفيلد الإنجليزي في مزاد وعرضها بمبلغ 65.900 ألف يورو في لندن. النسخة دي واحدة من نسختين الوحيدتين في العالم واللي معروفة بأنها أول إصدار لقوانين الساحرة المستديرة واللي بسببها تطورت كرة القدم الحديثة، وتم العثور على النسخة دي في سجل قصصات ذكريات نادي شيفيلد الإنجليزي، وبتمثل شكل استثنائي من التاريخ الرياضي واللي بترجعنا لأصول الكرة لأكثر من 160 سنة. دار المزادات اللي عرضت النسخة للبيع قالت أن النادي الإنجليزي لعب دور حاسم في تطوير اللعب الحديث زي الضربة الحرة غير المباشرة والضربة الركنية والعرضة وكل المخالفات دي من ابتكار نادي شيفيلد، واللي كانت برضو أول تعبير عن ثقافة كرة القدم الحديثة. عايز أسألك سؤال، إيه هي الضربة الركنية؟ بتحرجني على الهواء؟ يعني لا انا بصراحه معرفش يعني مش عارف. ده جميل انك قلت ما تعرفش. شفتي بقى قوانين كره القدم بتدفع فيها ايه؟ عشان يجي حد يكون بيتفرج على الماتش ولا حاجه والكره تبقى في نص الملعب ويقول لك ضربه جزاء يا حكم، الكره في نص على خط نص. لا بس انا عمري ما بعمل كده على فكره، يعني انا ممكن انتقد لاعب ما بيلعبش كويس، يعني اقدر اشوف اللاعب اللي ما بيلعبش كويس مثلا اللي ما بيبذلش مجهود على الكوره الكلام ده، لكن ضربه ركنيه بقى والبنالتي والكلام ده بصراحه ما يعني. طيب لو الفريق اللي انت بتشجعيه مغير لون التيشيرت بتاعه هتعرفيه ولا هعرف. ولا انت ماشيه ورا اللون؟ لا هعرف. طيب لا هعرف. طب انت بتشجع فريق ايه؟ بشجع كل بشجع الرياضه المصريه، بشجع المنتخب المصري. اجابه حلوه. طيب نروح لخبر تاني. شاب اسمه زاك مور مشهور باسم صياد الكنوز، زاك ربنا كرمه كده ولقى عمله ذهبيه نادره من اغلى حطام سفينه في العالم في فلوريدا. سعر العمله النادره دي كام؟ 98 ألف دولار. الاكتشاف الجديد للعمله الذهبيه جه قبل ايام قليله جدا من الذكرى رقم 36 لاكتشاف السفينة أتوتشا اللي اتحطمت سنة 1622، وكان عليها كمية كبيرة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة وغيرها من العملات الثمينة. التقديرات اللي اتكلمت عن هذه السفينة أكدت أن قيمة الشحنة اللي كانت عليها وصلت لي 400 مليون دولار. بيلاقي الحاجات دي فين بقى؟ يعني هو بيروح يدور فين؟ طبعا أنت شاذلي دلوقتي حالا. أنا عايز أعرف يا عم زاك، أنت بتروح تدور فين ودور ازاي ودور ليه؟ يعني كان ايه المبرر او ايه الموتيف يعني اللي خلاه يروح؟ بقولك هو مشهور بانه صياد الكنوز، يعني عارفه انت بس برضه يعني صعبه، انت عارف تنزل تحت كده في المحيطات ومش عارفه عشان تشوف كنوز يعني. ايوه اروح مش مشكله، بقولك 400 مليون دولار اروح معاه، خد معاك يا زكي. شاذلي جهز دلوقتي بالعوامه. في خبر إيجابي واستثنائي في نفس الوقت، بيقول أن روسيا هتبدأ في استخدام روبوتات نانو في 2051 لعلاج الإنسان على مستوى الخلايا، وأن الروبوت النانو اللي سموها متناهية الصغر هتظهر في المستقبل، لكن ظهورها مش هيكون في مجال الطب البيولوجي بس، لا كمان هتكون في مجالات كتير قوي، وخصوصا أن الروبوت النانو هتكون عبارة عن كائنات مايكروية اصطناعية تم تجميعها من مختلف الأنسجة الحيوية، وهيتم برمجتها عشان تنفذ بعض الوظائف على مستوى الحمض النووي، وتقدر تنتقل بشكل مستقل من مكان للتاني جوه الجسم عشان تنفذ مهام بسيطة وترمم أعضاء وأنسجة الإنسان. يعني اللي يعيش ياما يشوف، في 2051 هنقدر نشوف أجهزة صغيرة تقدر تتنقل في خلايا جوه خلايا الإنسان عشان تعالج وترمم أي مشاكل جوه الأعضاء. استخدام التكنولوجيا وتطوير كل حاجة لخدمة البشرية هو ده اللي احنا شغالين عليه، يعني العالم كله شغال على كده ان هو يستغل التكنولوجيا الاستغلال الأمثل. لكن تفتكر ان ده مثلا ممكن يحل محل العمليات الجراحية؟ وارد، ليه لا؟ احنا بنكتشف حاجات كل فترة اصلا اول مرة نسمع عنها، فليه لا، ممكن يحصل فعلا. طيب عندنا فنانين كتير قوي بيرسموا لوحات بطرق مختلفة ومبتكرة. عندنا فنان عراقي دلوقتي بيرسم على اللوحات وصور المشاهير بطريقة مختلفة، بيستعمل الرسام العراقي ده
مواد غير معتادة لتشكيل الصور واللوحات بطريقة تتضمن خداع بصري، كمان أعاد تدوير أكياس البلاستيك للاستفادة منها في هذه الرسومات. مواد غير معتادة يستعملها الفنان العراقي علي جمال لتشكيل صور ولوحات تقليدية لمشاهير بطريقة مبتكرة تتضمن خداعا بصريا، بعد أن يضع تصوره الخاص على هذه اللوحات ومتكئا على الأرض في استوديو العمل الخاص به، يقطع اللبادة لمربعات صغيرة ويستعمل الأكياس البلاستيكية أو قطع اللاصق الملونة. أنا أصلاً بالأساس رسام وهاول رسم، لكن شفت أنه طريق رسم مزدحم صراحة، وش ما تقدم بهذا المجال هو راح تلقى ناس سابقينك وعبرينك بخطوات، فما راح تتميز أبد. فمن بدأ خالف تعرف حاولت أبتكر طريق الخاص، وبديت بهاي الأعمال الابتكارية، فتولدت كل هاي الأفكار حتى يصير فني هو فن مميز. ويدرس جمال الهندسة المعمارية في الجامعة، ويستغل أي مواد يمكنه الوصول إليها بسهولة، حتى وإن كان من غير المعتاد ربطها برسم لوحات بورترية، وهي طريقة يعتبر أنها تميزه عن غيره. ويعمل جمال بشغف وصبر على لوحة تصور وجه نجم فريق برشلونة لكرة القدم ليونيل ميسي، لكن من زاوية أخرى ترى فيها وجه نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو. وأغلب اللوحات هي مرسومة الشخصيات ربما تكون مشهورة، فتجسد قضية ما هسه، مثلا هاي لوحة الفلين اللي نقدر نشوفها من زاويتين، هو تجسد شخصيتين، شخصيتين متكافين بالقوة أو المهارة لكن مختلفين توجه معين. كما أعاد الطالب الجامعي العراقي أيضا تدوير أكياس بلاستيكية، ولون بالطلاء أظرف الرصاصات المستعملة ليشكل بها قطعه الفنية. وأسلوبه الفريد الذي يتبع مبدأ رؤية الجمال في كل شيء لاقى إعجابا على وسائل التواصل الاجتماعي. حلوة وسهلة، تعرف تعملها؟ بعرف أعملها، أنا عملت كتير من الحاجات دي، بس عشان ما بعرف يعني ما بنشرش شغلي فالناس متعرفش. ومن العراق لأسبانيا هنشوف دلوقتي تقرير عن تيتو مارتن، وهو أحد سكان جزر الكناري واللي حول جراج منزله لمدرسة لتعليم القادمين الجدد اللغة الأسبانية، وده طبعا مع الارتفاع الحاد في عدد المهاجرين اللي بيوصلوا شواطئ المنطقة في الأشهر الأخيرة. مع اجتهاد سلطات جزر الكناري الإسبانية لاستيعاب الزيادة الحادة في أعداد المهاجرين الذين يصلون شواطئها بلا وثائق، حول أحد سكان الجزر مرأب منزله إلى ما يشبه مدرسة لتعليم القادمين الجدد اللغة الإسبانية. واستلهم الإسباني تيتو مارتن المقيم في لاس بالماس دي غران كاناريا فكرة مدرسة اللغات المتنقلة بعد أن أدرك أنه ليس هناك موارد كافية للعدد المتنام من المهاجرين الذين يصلون المنطقة. وفي مرأب مارتن يجلس مجموعة من الشباب على مقاعد خشبية ويجتهدون في كتابة الأبجدية الإسبانية ونطق حروفها. من بين المهاجرين الذين يرتادون تلك المدرسة مار لوذو 25 عاما، الذي وصل لجزر الكناري قبل 8 أشهر ويحضر دروس اللغة الإسبانية 3 مرات في الأسبوع حاليا، وقال إنه كان يعيش في السنغال قبل ذلك ولم يذهب لمدرسة أبدا ولا يعرف القراءة. وقضى له 14 يوما في البحر، منها 5 أيام دون طعام أو شراب قبل أن ترصد سفينة إنقاذ إسبانية قاربه. وتواصلت إيزابيل فلوريدو، وهي من سكان المنطقة ومعلمة لغة فرنسية ولغة إنجليزية، مع مارتن عندما سمعت عن مشروعه، وتعمل معه حاليا ضمن مجموعة من المتطوعين في تعليم المهاجرين. ويوفر مارتن للمهاجرين ملاذا آمنا، مكانا يمكنهم الاستحمام فيه وتناول الطعام وتعلم اللغة الإسبانية. وتقول وزارة الداخلية إن 7260 مهاجرا حطوا رحالهم في جزر الكناري بين يناير كانون الثاني ومنتصف يوليو تموز، مقارنة مع 2800 في الفترة ذاتها العام الماضي، وترى السلطات أن جائحة كوفيد-19 من أسباب هذه الزيادة.
ومع ازدحام مرافق الوصول في المنطقة بالمهاجرين، آوت السلطات الألوف في مخيمات تنتقد جماعات حقوق الإنسان الأوضاع فيها. دلوقتي مشاهدينا نستأذن حضراتكم نروح لفاصل ونرجع من بعد نكمل باقي فقرات. حضراتكم مرة تانية ولسه مستمرين معاكم في فقرتنا في صباح الخير يا مصر، لكن خلونا دلوقتي نعرف من دينا أخبار الطقس بالتفصيل. صباح الخير عليك يا دينا مرة تانية. صباح الخير يا بسان، صباح الخير محمد مرة تانية. وزي ما قلنا طبعا درجات حرارة مرتفعة شوية النهاردة، خلونا نستعرض مع حضراتكم النشرة الجوية بالتفصيل. النهاردة هيشهد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وهيسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. في ارتفاع في نسبة الرطوبة، ووضحت كمان هيئة الأرصاد أن النهاردة هيشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وده هيكون على فترات متقطعة، وده هيقلل شوية الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة بالليل. لكن إن كان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة بالتفصيل، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 39 والصغرى 26، اسكندرية 33-25، مطروح 32-24، سيوة 39-23، بورسعيد 33-25، دمياط 33-25، اسماعيلية 39-24، السويس 38-26، العريش 35-25، طابة 38-24، كاترين 33-17، شرم الشيخ 39-30، الغردقة 39-29، الفيوم 39-26، بني سويف 39-26، المنيا 40-26، أسيوط 41-26، سوهاج 41-26، قنا 42-27، الأقصر 42-28، أسوان 42-28، والوادي الجديد 42-27، شلاتين 38-26، وأخيرا حلايب 35-27.
يا ريت تخلي بالنا من ارتفاع درجات الحراره النهارده، ما نقفش في اماكن فيها شمس كتير، نقف هنحاول نقف في اماكن فيها الظل، وكمان نشرب كميات يعني وفيره من المياه، ونخلي بالنا من الشبوره المائيه صباحا. هنرجع مره ثانيه لمحمد بسنت علشان نكمل فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا ليك. طيب النهارده ذكرى ميلاد واحد من المبدعين اللي سابوا لنا الحقيقي ميراث فني خاص على المسرح وعلى شاشه السينما، قنبله الكوميديا الفنان سعيد صالح. انا بمثل تماسي اجدع تماسي احسن تقولوا ان انا ناسي. الفنان سعيد صالح واحد من كبار نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي، ترك إرثا فنيا كبيرا وإفيهات لا تنسى في تاريخ الفن المصري. بابا هو لما يبقى داخل ولاقي السيجارة مدددة بقى كده وتشد نفس جامد وتطلع من مناخيرك وتضحكي ضحكة رقيعة. انت جيت يا رمضان ينيلك يا ابو صيام. ولد الفنان سعيد صالح في 31 من يوليو عام 1940، ورحل عن عالمنا في 1 أغسطس عام 2014 بعد مسيرة فنية وأعمال خالدة في السينما والمسرح والتلفزيون. بدأ سعيد صالح مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي بعدد من الأدوار الصغيرة في السينما والمسرح، وأبرز المسرحيات التي شارك فيها في تلك الفترة مسرحية ذات البيجامة الحمراء مع صديقه وزميله بالمشوار الفني عادل إمام. تأتي انطلاقة موهبة سعيد صالح الحقيقية وبداية نجاحه عام 1969 عندما شارك بشخصية محفوظ أبو طاقية في مسرحية هلو شلبي بجوار أبناء جيله مديحة كامل، أحمد زكي ومحمد صبحي. وفي عام 1973 شارك سعيد صالح في مسرحية مدرسة المشاغبين التي تعتبر من أهم المسرحيات التي قدمها خلال مسيرته الفنية، واستطاعت أن تبرز موهبة سعيد صالح بشكل أكبر. أما أنا أديت دروس في بيروت يا نهار أسود. أيوة. المقررات اللي هناك إيه؟ أيوة. إيه المقررات اللي هناك دي يا جدع؟ أيوة أنا عارف. مقررات سهلة. سهلة. مش معقدة زي اللي عندنا. المقرر هناك تقول له تعالى يا مقرر يجي على طول. من الأعمال التي خلدت ذكرى الفنان سعيد صالح العيال كبرت، زهايمر، انتبهوا أيها الأزواج، الصبر في الملاحات، المشبوه، سلام يا صاحبي، مجرم مع مرتبة الشرف، السقوط في بئر سبع، والمصروية. تمتع الفنان سعيد صالح بموهبة نادرة في التمثيل، واشتهر خلال مسيرته بحضوره الدائم والارتجال على خشبة المسرح، وارتبط المشاهدون بإفيهات وعبارات كوميدية لا تنسى من مشاهده الفنية. رحل سعيد صالح، لكن ذكراه وحضوره الفني ما زال يعيش في وجدان محبيه، فهو واحد ممن أثروا مدرسة الكوميديا في الوطن العربي. مش هشوفك تاني؟ سلام يا صاحبي. يعني العيد ما يبقاش عيد من غير العيال كبرت ولا مدرسة المشاغبين. هو طبعا كان احنا مفتقدين، وبالمناسبة لانه يعني عندنا على الساحة الفنية طبعا عندنا ممثلين كتير، لكن سعيد صالح كان مختلف في أدائه في كل الأدوار في مسرحيات وفي أدائه في السينما. وطبعا زي ما بسنت كانت بتقول لما بيجي العيد بنستنى عشان نتفرج على المجموعة الراقية والمجموعة الكوميدية اللي كان منهم طبعا سعيد صالح في مسرحياته المختلفة سواء مدرسة المشاغبين أو العيال كبرت. بالمناسبة كمان إفيهاتهم، إفيهات سعيد صالح تحديدا عايشة معانا، لسه عايشة بنستخدمها في حياتنا اليومية لغاية دلوقتي. يعني عارفة انت ساعة ما قالت له بطم شيك لا يا مرزوق؟ لا لا لا، ساعة ما طلع يكتب مينا السهلي على الانسان فراح كاتب مينا في السبوره كلها، ملا السبوره كلها بمينا السهل على الانسان. وامي بتسلم عليك وبتقول لك بشويش. لا لا، وبعدين في العيال كبرت لما بيقولوا رمضان بطيخه بقى منى مور، ده بقى في دلوقتي احنا
بنستخدمه. اه طبعا. لا كمان هو كان اداؤه السهل الممتنع، يعني انت بتضحك على في 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 يعني في الموقف نفسه حقيقي بيرميه بطريقه سهله جدا، وانت قادر تتخيل ان هو فعلا الشخصيه دي. حتى في سلام يا صاحبي مع ان كان فيه يعني جزء كتير درامي، لكن هو قدر ان هو يوصل لنا الجانب الكوميدي بشكل كبير قوي. انا عايز اقول لك بقى كمان لما راح لجوز الست اللي بابا عايز يتجوزها في العيال كبرت، قال له لما رجع بقى وهو يعني خلاص الراجل مسكه بهدله، قال له شفت ببص كده على مستوى نظري شفت ركب بني ادم. ده حقيقي. دلوقتي دقت ساعة الثامنة، هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأنباء مع دينا. إليك دينا. شكرا لك بسنت. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدة أب فلسطيني طالب بعلاج طفلته التي تعاني من مرض جلدي خطير. ووجهت أسرة الطفلة بيان محمود الشكر الرئيس السيسي لسرعة استجابته عقب تلقيه حالة الطفلة وتوجيهاته على الفور بسرعة سفر الطفلة بيان لتلقي العلاج في مصر، وكذلك على دعمه الدائم لقطاع غزة بصفة عامة وشعبها بصفة خاصة. وستغادر الطفلة بيان قطاع غزة إلى القاهرة غدا عبر معبر رفح البري. وقع النائب العام المستشار حماد أصاوي مع نظيره الليبي المستشار الصديق السور مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين النيابتين وتقوية وتطوير العلاقات بينهما لمكافحة شتى صور الجرائم، خاصة الإرهاب والجرائم المنظمة وجرائم الفساد والإتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية. جاء ذلك خلال استقبال المستشار حماد الصاوي للنائب العام الليبي بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة بحضور نخبة من قيادات النيابة العامة المصرية وأعضائها. واستعرض النائبان العامان هيكلة نيابتين وكيفية إدارة العمل فيهما والإشراف على الإدارات والنيابات المختلفة بهما ورؤيتهما نحو تطويرهما وكذا القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد المستشار حماد الصاوي أن اللقاء بين النيابتين يعد إضافة لعميق الترابط ورسوخ الصلة بين البلدين. يعقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري رمضان لاميمرا، ويتناول اللقاء العلاقات المصرية الجزائرية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. هذا ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن جريمة الإتجار بالبشر تعد انتهاكا مؤكدا لحقوق الإنسان، وخلال كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر أكدت وزيرة التضامن أن مصر لها جهود كبيرة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، حيث تقوم الحكومة ممثلة في وزارة التضامن بإطلاق حملات توعية مكثفة بهدف مكافحة تجارة الأعضاء التي تمثل خطرا في العالم أجمع، مشيرة إلى دور مركز استقبال النساء أو الأشخاص ضحايا الإتجار بالبشر في تقديم مساعدات قانونية ودعم نفسي وتمكين اقتصادي واجتماعي للنساء حتى يتم إعادة دمجهن في المجتمع. أعلنت وزارة الصحة عن خروج 545 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 229712 متعافيا. وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 45 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة 4 حالات جديدة، مشيرة إلى إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا بلغ 284215 حالة، من ضمنهم 16518 حالة وفاة. تواصل الحكومة جهودها بهدف تنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى مصر، وفي إطار ذلك يستقبل مطار الأقصر الدولي اليوم أول رحلة جوية لمصر للطيران قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد،
حيث قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بالاتفاق مع بعض وكلاء السياحة بإسبانيا لتسيير سلسلة من رحلات الطيران العارض من العاصمة مدريد إلى الأقصر خلال الفترة القادمة. ويأتي هذا تماشيا مع خطة وزارة الطيران المدني لزيادة معدلات التشغيل وفتح خطوط جديدة لجذب المزيد من العملاء. أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بتعديل فترة حظر تجول الأشخاص والسيارات لتصبح من 10 صباح مساء إلى 5 صباحا ابتداء من 1 أغسطس المقبل، وذلك حتى إشعار آخر. وذكرت الرئاسة التونسية أنه بمقتضى هذا الأمر الرئاسي تقرر منع جميع التظاهرات والتجمعات العائلية الخاصة والعامة، وذلك في إطار تدابير منع انتشار فيروس كورونا. كما أصدر سعيد الرئيس التونسي أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي. أعلن القضاء العسكري التونسي حبس النائب ياسين العياري بالسجن المدني تنفيذا لحكم قضائي صادر ضده. وقالت الوكالة العامة للقضاء العسكري التونسية تنفيذ الحكم جاء بعد صدور الأمر برفع الحصانة، مشيرة إلى أن الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن ياسين العياري لمدة 2 شهر لاتهامه بالمشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع ولمس من كرامة الجيش الوطني التونسي ومعنوياته. نهاية موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم مرة أخرى لاستكمال فقرات برنامج صباح الخير يا مصر. أهلا بحضراتكم مرة تانية. الهيئة القومية للبريد أصدرت طابع بريد تذكاري بمناسبة مشاركة مصر في دورة الألعاب الأولمبية اللي في طوكيو، وده بسبب أن بعثة مصر هي الأكبر في تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية. خلينا نتعرف على تفاصيل أكثر من الدكتور شريف سمرة، مستشار رئيس مجلس إدارة البريد المصري للطوابع. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور يا فندم. يا أهلا بيك يا فندم. عايز أعرف منك في البداية إيه الفكرة، إيه السبب في ده، وإيه اللي خلاكوا تفكروا أصلا في إصدار هذا الطابع؟ طيب، هو طبعا الهيئة القومية للبريد المصري لها تاريخ طويل قوي فوق 155 سنة، ودائما وابدا هي حاضره في المناسبات اللي بيجب ان يتم تسجيلها. طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت، دي اكبر بعثه في تاريخ مشاركات مصر. النقطه نمره 2، الامل معقود على عدد من اللعبات ان مصر تحقق فيها نتائج مشرفه. كانت الهيئه القوميه للبريد طبعا مهتمه جدا انها توثق الحدث دوت. ويعني في نقطة مهمة قوي، هو الطوابع المصرية هي ذاكرة الأمة. عظيم. يعني لما حضرتك تحب تسترجع كده تاريخ مصر اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وكده، حضرتك تتفرج على الطوابع تعرف منها تاريخ مصر مشي ازاي خلال ال 155 سنة اللي فاتوا. طيب، حابة أعرف من حضرتك تصميم التذكار عامة أو الطوابع بتاخد وقت قد إيه، وياريت لو تكلمنا كمان عن طبعا التكلفة بتاعته. هو كل سنة قبل السنة ما بتبتدي بيبقى في عندنا حاجة بنسميها أجندة للسنة اللي جاية، بتكتب فيها كل المناسبات اللي من وجهة نظر الهيئة القومية للبريد يجب إن احنا نصدر لها طوابع بريد. وبيضاف الى كده حاجات ممكن تطلب في وسط السنه من جهات او مناسبات تبقى موجوده بصوره غير متوقعه. بيتم طبعا اختيار الاجنده دي بعنايه شديده، بيوافق عليها من لجنه كبيره اسمها اللجنه الرئيسيه للطوابع برئاسه رئيس الهيئه، وبتوافق على الاجنده ديت، وبعدين بتتوزع المناسبات ديت والتصميمات دي على عدد من المصممين، لان في اللجنه ديت والمصممين اللي احنا بنستعين بيهم مصممين من كبار الفنانين في الدوله، عمداء الكليات الفنون الجميله والتطبيقيه والتربيه الفنيه. مش شخص واحد يا فندم اللي يقوم بالتصميم، لا ده في مجموعه. لا ما هو بالظبط كده، لا هو في النهايه طبعا التصميم بيتم انهائه بشخص واحد، بس بيبقى فيه زي شبه مسابقه
ما بين عدد من الناس لاختيار افضل تصميم. الاختيار افضل زي ما حضرتك قلت في البدايه انه بيعيش ده ذاكره مصر، فبالتالي لازم يكون افضل تصميم. بالظبط بيتنقى افضل تصميم وبيتم اختياره، وبعدين بيخش بقى في المطابع برضه في بيبقى في تعديل شويه، اللجنه بيبقى لها راي في في الالوان في توزيع التصميم وشكله، شكل الطابع هل هو مستطيل هل هو مربع، هل يتم اصداره على بطاقه بريديه اللي هي مثلا بتبقى مقاسها اكبر شويه من الطابع، ده كل ده بيتم اختياره في من اللجنه يعني. ممكن حضرتك تكلمنا عن الاقبال على الطوابع دي بيبقى عامل ازاي في الفتره الاخيره؟ الطوابع المصريه عموما محليا ودوليا لها رونق ولها جاذبيه عالية جدا، مش دلوقتي ده من زمان طول العمر يعني. طبعا لمكانة مصر وللتاريخ العريق اللي بتلاقي حضرتك فيه مشتركين في مكتب الهواية في الطوابع من مختلف دول العالم. الهواية حاليا في مصر يعني متميزة جدا، الجمعية المصرية للهواية الطوابع البريد دي جمعية قديمة في مصر، وأعضاءها يعني هواة كلهم وبيهتموا بالطوابع المصرية وبيعرضوا المجموعات بتاعتهم دوليا وبيعرضوها في المعارض المحلية. لا الهواية لها طبعا رغبة ولها رغم انها يعني هواية قديمة قوي وطغت عليها طبعا وسائل السوشيال ميديا وكده، لكن ما زال لها رونق ولها تزيدية. طيب دكتور، هل الطوابع دي يمكن تقليدها او يعني بطريقة اخرى ازاي نقدر نحميها من التقليد؟ هو الهيئة يعني عملت وسائل تأمين كتيرة قوي، وسائل التأمين دي في الشرشرة نفسها بحيث يصعب جدا 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 تقليدها، إضافة إلى كده في طريقة الطباعة نفسها واختيار الألوان بحيث أنه صعب قوي تقليدها. هو طبعا بيتم تقليد الطوابع، ما بيكونش في الطوابع التذكارية بتاع المناسبات قوي قد ما هو بيتم في الطوابع العادية اللي هي بتم استخدامها في التخليص على الطرود والمراسلات والكلام من ده، لكن دي طبعا محدوده قوي والهيئه بتقاوم التزييف. واعتقد كمان ان الكيو ار كود بيساعد برضه على حمايتها. الكيو ار كود دي حاجه دخلناها حديثا بناء على رؤيه برضه من وزاره الاتصالات ومن هيئه البريد، انه بتتيح للهاوي انه يقرا كل المواصفات اللي موجوده على الطابع دوت مجرد ان هو يمسك الطابع في ايده او يعني يبص عليه ويبقى معاه يدخل من خلال الموبايل يعرف من خلال الابلكيشن ده يدخل على الكيو ار كود ويعرف ايه القصه او ايه الموضوع اللي الطابع ده بيحكي عنه. بالظبط، ويعرف مواصفات الطابع وبيعرف تفاصيل كل حاجه في الطابع. دي دخلناها حديثا يعني من عده شهور يعني سنه 2021 ده يعني مع التطور الرقمي اللي بيتم في ربوع الجمهوريه. عايز بس قبل ما يعني انهي النقطه ديت، هي في مناسبة كانت مهمة جدا جدا في 30 يونيو وهي إطلاق مشروع حياة كريمة. المشروع دوت طبعا الدولة كلها وعلى رأسها رئيس الجمهورية مهتم جدا بالمشروع ده اللي نقلة حضارية غير مسبوقة. هيئة البريد أصدرت طابع بريد وبطاقة بريدية سجلت الحدث ده بوضوح وسجلت يعني جهود الدولة المصرية في إنجاح هذا المشروع. يعني الهيئه حاضره في كل المناسبات الحقيقه، يعني ما اعتقدش ان في مناسبه بتفوت بدون ما تدركها يعني هيئه البريد. عظيم. طب يعني حابه اسال حضرتك برضو لو في حصر بعدد الطوابع التذكاريه يعني اللي اصدرت في الفتره اللي فاتت. السنه دي اصدرنا عدد كبير من الطوابع والبطاقات كتير، يعني مثلا فوق ال 20 25 طابع كتير. في موكب المومياوات الحدث العالمي اللي حصل هنا اصدرت هيئه البريد مجموعه طوابع وفرخ طوابع كامل عليه صور ملوك وملكات مصر وبطاقه بريديه كتير، اكثر من 25 طابع اكثر بكثير يعني. بس هو طبعا الفكره مش في العدد، الفكره في التصميم وروعه توزيع الالوان. بياخد وقت برضه يا دكتور شريف؟ اللي هو ايه؟ التصميم؟ لا التصميم عادة يعني بيبقى عندنا وقت ان احنا يعني نعمل كذا تصميم، ثلاث اربع تصميمات ويتم اختيارهم ويتم تعديلهم، لان برضه زي ما قلت لحضرتك هي لجنه واللجنه كلها فيها قامات من الاساتذه الفنانين يعني.
عظيم. بيبقى في اراء كتير وناس برضو يعني اعضاء اللجنه دي لهم في الطباعه ولهم في اللغه لكن عموما يعني المفروض التصميم يعني من ساعه ما يبتدي يشتغل فيه الفنان لغايه ما يتم اصدار الطابع الفتره دي ممكن تاخد لها يمكن شهر يعني. عظيم. دكتور شريف سمره مستشار رئيس مجلس اداره البريد المصري، بشكر حضرتك على مداخلتك معنا. كلنا طبعا تابعنا خطة ملف تطوير العشوائيات من بداية تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر 7 سنين، قدرنا نخطط ونبني لحد ما بقت مصر خالية من المناطق العشوائية والخطرة. عشان كده في ناس اعتقدت ان صندوق تطوير العشوائيات ممكن تكون مهمته كده انتهت. لا خالص، مجلس الوزراء غير اسم صندوق تطوير المناطق العشوائية وهيصبح صندوق التنمية الحضرية، واللي هيكون تابع بشكل مباشر لمجلس الوزراء بمهام وتكليفات أوسع. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من هذا القرار من المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية. برحب بحضرتك، أهلا بيك. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك. يعني حابة أعرف إيه الجديد اللي هيقدمه صندوق التنمية الحضرية؟ الجديد هو يعني نقدر نقول نوسع في مهام الصندوق نفسه، ونقدر نقول مش موضوع خلاص احنا بنقول ان مصر انتهت من الغير امن، وكلمه العشوائيات ما بقتش طليق دلوقتي بدوله جديده او جمهوريه جديده، ان احنا خلاص بنفكر في تنميه حضاريه شامله وليس موضوع قضاء على العشوائيات فقط. لا، ده هنا انا الاراضي اللي بنفضيها من العشوائيات بنعمل فيها ايه؟ الاراضي اللي موجوده في داخل المدن اللي الارض دي تتحول لعشوائيات اخرى او بيعتدى عليها من اي جهه اخرى من اي شخص اخر، ازاي نقدر نستغل ده؟ يعني هيئه المجتمعات العمرانيه في وزاره الاسكان بتشتغل على المدن الجديده، يبقى طب داخل المدن عشان برضه نعلن للناس شيء مهم جدا، ان الدوله مش شاغله بالها فقط بالمدن الجديده، العالمين، العاصمه الاداريه الجديده، المنصوره الجديده. بالعكس، يمكن كان الاهتمام كبير جدا بالعشوائيات، يعني ان احنا حتى اتفضل يا فندم. يعني الاهتمام بيبقى بالمدن الاصليه اصلا، عشان حاجه اعتقد ان احنا خلاص بنقضي على القديم عشان نعمل الجديد. لا، ده احنا كلمه الجمهوريه الجديده مش معناها كلها مباني جديده طرق وحاجات، بالعكس ده احنا بنعمل طرق وكباري وحاجات داخل المدن القديمه بتكلف مليارات دلوقتي، ده بيحصل داخل القاهره من محاور وطرق على الساحل الشمالي، على كل شيء، على وفي الجنوب، في الوادي الجديد، كل الحاجات دي بتعمل يعني تنميه شامله للدوله. كلمه جمهوريه جديده مش معناها ان احنا بنعمل مدن جديده وننسى القديم، فاحنا هنا الصندوق بقى معني بالمدن القديمه او الموجوده حاليا فعلا، ازاي ننميها؟ ازاي ما يبقاش في حاجات فيها غير مخططه؟ ازاي ما يبقاش فيها حاجات اراضي فاضيه بتتحول لمقالب؟ ازاي بنقدر نعمل مشروعات تنمويه عليها؟ الصندوق يعمل مشروعات خدميه ومشروعات استثماريه، يعني مش هيبقى بس معني بالعشوائيات او محاور او غيره، لا، ده كمان مشروعات استثماريه تجيب لينا فلوس نقدر نعمل بيها المشروعات الاخرى. الموضوع بقى يعني شامل، ما يبقاش مقتصر بس على الثلاث محاور الرئيسيه اللي هي الغير امن وغير مخطط والاسواق العشوائيه. الموضوع بقى ونستغل في نجاحات الصندوق في القضاء على الغير امن او غير مخطط اسواق عشوائيه، نستغله بقى اللي هي بقى الطموح العمراني اللي بنتكلم عليه، اللي هو ماذا بعد؟ الطموح العمراني ده ازاي نقدر نوصل لمرحله التنميه بقى، التنميه الحضاريه بتاعتنا، مش قضاء فقط لا، وتنميه كمان. ما هو ده الجميل يا فندم، يعني يمكن اختلاف الاسم، كنا بنتكلم عن اسم فيه كلمه عشوائيات لاسم تاني فيه تنميه، فده اعتقد عشان نشيل كلمه العشوائيات حتى كمان من اذهان الناس. فبرضه لو حضرتك تعرفنا عن مجلس امناء هذا الصندوق، هل تم اختياره بالفعل؟ مجلس الامناء برئاسه دوله رئيس الوزراء، عضويه وزير الكهرباء، وزير الاسكان، وزير التضامن، وزير النقل، يعني هو متكون من 9 وزراء والتضامن، الماليه، التخطيط، تنسيق بين كل الاطراف، يعني 9 وزراء برئاسه دوله رئيس الوزراء وعضويه، وبرضه بحضور رئيس مجلس اداره الصندوق الجديد. وبعدين مجلس اداره الصندوق برضه له تشكيله من الخبراء والمعنيين بالتخطيط العمراني والاستثمار والتنميه، بيبقى مجلس مكون من 9
وزراء. شخصيات طيب. ليها حيثيتها في المجتمع برضو، فيبقى إذا الصندوق عليه نظرة قوية جدا من الدولة إن إزاي يبقى شيء قوي جدا، يبقى ذراع قوية في يد دولة رئيس الوزراء لتنفيذ التنمية العمرانية على مستوى الدولة كلها. طيب عظيم، احنا شفنا انه في بعض الاماكن اللي بيتم تطويرها بيتم ازالة المساكن العشوائية وبناء مساكن بديلة في نفس المكان، لكن في بعض الاماكن التانية كانت اماكن خطرة وغير امنة، ازاي هيتعامل مع الصندوق؟ في بعض الاماكن ينفع نعمل عليها مشروعات اخرى تنموية او خدمية، واماكن ما ينفعش نعمل عليها مشروعات زي مثلا مناطق، في مناطق ذات خطورة دهمة، انزلاقات جبلية وشروخ وسقوط صخور زي منطقة مثلا منشية ناصر، يبقى هنا ما نعرفش نعمل عليها مشروعات خالص، يبقى ازاي نعمل عليها؟ نحاول نمنع ظهور مساكن اخرى عشوائيه في الخطوره دي، بنعمل عليها حاجات زي مثلا ملاعب، نعمل عليها حاجات خدميه او نعمل حدائق بحيث ان احنا نخلق نستغلها عشان ما تتحولش مره ثانيه لعشوائيات. وفي نفس الوقت متنفس للناس علشان يعني نقدر يعني يتنفسوا بيه يتفسحوا فيه على الاقل. كمان الاماكن اللي بتنفع نعمل عليها مشروعات، يعني مثلا ممكن في اماكن احنا اخلينا المكان من العشوائيات اللي غير فيه ونقلناها في مشروعات جديده لينا، لكن المكان ما بنيناش عليه مكان تاني نبني عليه ما ينفعش، عشان المنطقه مكتظه بالسكان. عايزين نقدر نعمل خلخله شويه لموضوع الكثافه السكانيه العاليه زي منطقه حكر السكاكيني، زي منطقه المواردي، وهنعمل عليه مشروعات خدميه للناس زي مستشفيات، مدارس، حدائق، ملاعب. نقدر هنا نعمل متنفس، في اماكن ثانيه ندي في نفس المكان زي ما حصل في روضه السيده في مثلث مزبيرو. كل مكان وله، بنعمل دراسات المتكامله الشامله علشان نقدر نقول المكان ده ينفع نبني عليه ثاني سكني ولا ينفع نملى عليه خدمه، نقدم فيه خدمات. نقدم فيه خدمات او نقدر نسيبه فاضي ونعمله حدائق ومتنزهات. كل مكان وبيتعمل عليه دراسه ازاي نقدر نرجع مثلا زي مثلا وقت الصندوق برضه بالمناسبه بقى معني كمان بالمناطق التاريخيه، ازاي نخش نشتغل في القاهره التاريخيه ونشتغل في اي مكان في له مسجل تاريخي او حاجه عشان نقدر ان احنا نسال التنميه نرجعه لاصله القديم عشان نقدر ننمي السياحه في الدوله على شكل منتظم وجميل. فيعني بقت فعلا دايره الصندوق واسعه جدا، ازاي نقدر نرجع بقاهرتنا اللي كانت اجمل مدن العالم في ثلاثينات القرن الماضي، نرجع بيها برضو في ثلاثينات القرن الحالي اجمل مدن العالم برضو. ومش القاهره بس، ده احنا عينينا باصه لل 27 محافظه، ازاي يبقى كلها ما فيهاش اخطاء، ازاي نقدر نقول ان السائح او العايش كمان جوه البلد يفخر بيها، ما يسافرش بره ويقول لك احنا شفنا بره وشفنا في اوروبا وشفنا في الخليج، لا، يفخر ان هو احنا عندنا في بلدنا فيه وفيه وفيه وفيه. هو ده اللي ان شاء الله عايزين نوصل له. طبعا. والقديم دايما اللي بيخلي الناس تفرح بيه، القديم الجميل المتناسق النظيف، هو ده اللي بيجذب الناس ويجذب يعني ارواح الناس وشغفهم فعلا. طب باشمهندس خالد، يعني ازاي الصندوق هيوفر احتياجات ومتطلبات السكان الموجودين في المناطق اللي هيتم تطويرها؟ حابين حضرتك تعرفنا اكتر بتفاصيل اكتر. طبعا جميع متطلبات الناس، سواء ان احنا بندبر الميزانيات عن طريق الدوله او عن طريق الاستثمارات اللي هنعملها خلاص، او بتعتمد الاحتياجات نفسها سواء احتياجات خدميه او احتياجات سكنيه او بنعمل كل ده بدراسات شامله. ازاي الدراسات دي نقدر نخرج منها مخرج قابل للتنفيذ يقدر في منظومه متكامله؟ يعني المنظومه المتكامله دي اللي هي، هل المكان ده مثلا انا بعمل المشروع ده ممكن مثلا وانا بعمله سكني زي ما عملت مثلا في روضه السيده، ما عملتش فيه مدارس، ما عملتش فيه خدمات، لان هو اصلا في منطقه سكنيه موجوده مخدومه بالخدمات. طيب يعني لو المنطقه محتاجه خدمات هنعمل لها. لو منطقه مثلا محتاجه خدمات، انا بعمل المشروع وبعمل الخدمات اللي تكفي المنطقه اللي حواليها كمان، يعني مثلا زي عملنا مثلا مخبز عيش في الاسمرات بينتج 750 ألف رغيف يومي، إذا فهو هيوصل إن شاء الله لمليون رغيف. هل منطقة الأصوات محتاجة مليون رغيف يومي؟ لا، ده بيغذي كمان المناطق اللي حواليها، المراكز الطبية والحاجات اللي بنعملها، هل هي للمنطقة بس ولا المناطق المحيطة بيها؟ ما بنقولش لا، ده المنطقة المحيطة بقى لا ما ينفعش. بنعمل خدمات اللي نقدر نقول إن هذا المكان بدراستنا يحتاج إلى خدمات، المشروع الجديد يحتاج إلى خدمات، وكمان خدمات نقدر نكفي بيها الكثافه السكانيه للمناطق اللي حواليها. كل دي دراسات شامله متكامله مع بعضها. طيب باشمهندس خالد، هل الصندوق هيحتاج مساعده مثلا او تعاون ما مع منظمات المجتمع المدني؟
اكيد اكيد. الصندوق ما فيش منظومه تشتغل لوحدها في الدوله، خاصه الصندوق. الصندوق هنا لما يجي بيشتغل بيحتاج التعامل مع منظمات المجتمع المدني، بيحتاج التعامل مع جميع جهات اخرى في الدوله، في الوزارات الاخرى. احنا لما بننشئ اي مجتمع داخل المدن بتاعتنا بنحتاج نتعامل مع التموين والتضامن والصحه والتعليم والداخليه، جميع جهات الدوله بنتعامل معاهم عشان نقدر ننشا المجتمع الجديد اللي جواه متمثل جميع هذه الجهات بما فيها منظمات المجتمع المدني اللي بتساعدنا في التعامل مع الناس في الوصول لافضل حاجه في ارتقاء بمستوى الناس في مجتمعاتنا. كل الدولة بجميع فئاتها وجميع اتجاهاتها بتشتغل على منظومة بناء مجتمع جديد متكامل. هنا كلمة تطوير ليست تطوير عمراني فقط، هو تطوير حياة متكاملة. تطوير حياة متكاملة ده هو اللي احنا بننشده، مش العمراني فقط. العمراني هو احدى مناحي هذه التطويرات اللي بنعملها، ده هو جزء منها، لكن احنا بنطور حياة. الحياة فيها ايه؟ عمران، فيها صحة، فيها اقتصاد، فيها اجتماع، فيها تنمية نفسية، فيها حاجات كتير جدا، مشتملات كتير جدا بنقدر نشتغل عليها من خلال تطوير حياة الناس متكاملة وليس عمراني فقط. عظيم. يعني الصندوق أصبح يعني هيئة عامة اقتصادية وليه يعني شخصيته الاعتبارية حسب ما فهمنا من حضرتك. طبعا يعني بحيث إن احنا نقدر يبقى لينا سلطة معينة على أشياء، ونقدر يبقى لينا كمان ولايات على الأراضي نقدر نعمل عليها مشروعات بتاعتنا. يعني التغيير لم يحدث في الاسم فقط، التغيير حدث في الاسم وراه حاجات كتير جدا داخل القرار، لغايه ان شاء الله ما يصدر وينزل في الجريده الرسميه هيبان للناس يعني ايه الفرق بين كلمه التطوير التنميه الحضريه وتطوير العشوائيات. فهي دي هيبقى فروق كتيره جدا داخل القرار نفسه. طيب اولويات عمل الصندوق بقى يا باشمهندس خالد خلال الفتره اللي جايه؟ احنا الفتره الجايه طبعا بدانا حتى قبل ما يطلع القرار كنا شغالين على الاسم الجديد كمان. احنا وكلنا من دوله رئيس الوزراء بمشروع تلال الفسطاط على 500 فدان، بنعمل حاجه عالميه يعني بمكتب استشاري عالمي موجود معانا هناك عندنا في منطقه بطن البقر، هنعمل مشروع ضخم جدا برضه هناك، وده مشروع بدايه هنبدا نطور بيه منطقه عزبه خير الله كلها، القاهره الاسلاميه القاهره التاريخيه شغالين فيها برضه. كل الحاجات دي اللي هي الرؤيه الجديده بتاعت نشتغل فيها، تطوير عواصم محافظات، ازاي بنشتغل على عواصم محافظات وننمي نعمل مشروعات استثماريه ومشروعات خدميه داخل عواصم محافظات في 27 محافظه. وفعلا ده يعني يا فندم ان هيكون في فروع، ده يعني ان هيكون في فروع للصندوق في هذه المحافظات؟ اه طبعا. احنا عامه في الوضع الحالي احنا لينا نقدر نقول وحده واسمها وحده تطوير عشوائيات، لكن مش تبع للصندوق، تبقى اداريا تابعه للمحافظات وبتشكيل من امر المحافظ وبتتبع لنا فنيا في الدراسات والحاجات. لكن ان شاء الله بالوضع الجديد هيبقى لنا ممكن نقدر ننشئ فروع لينا في كل محافظه لمباشره مشروعاتنا اللي التنمويه اللي هتبقى في كل محافظه ان شاء الله. طب احنا نقدر نقول هو موجود دلوقتي على ارض الواقع في كم محافظه يا فندم؟ هو كل محافظه هنا فيها وحده دلوقتي حاليا، كل محافظه هتكون في لنا وحده بالوضع اللي انا قلته قبل كده. لكن ان شاء الله ان شاء الله كل محافظه هنشتغل فيها هننشئ فيها فرع لينا هناك. واحنا اصلا برضو احنا على فكره الموضوع مش وليد الصدفه او اللحظه، احنا من اكثر من 4 سنين واحنا بنفكر في اللحظه دي وبنخطط لها، وبدانا في كل محافظه كنا بنعمل فيها مشروع بنوجد لينا مقر من داخل هذا المشروع. قلنا وخططنا الموضوع ده من زمان جدا، قلنا كل محافظه بنعمل فيها مشروع هنوفر مقر لينا هناك عشان اليوم ده اللي احنا بنقول عليه دلوقتي. فاحنا الموضوع حاطين له خطه يعني سابقه وكنا مبهد لها بقالنا كام سنه، يمكن هنكررها تاني ونقول احنا اسمنا تطوير عشوائيات لكن عندنا تنظيم وتخطيط جيد جدا جدا لبكره، وعندنا خطط زمنيه بنحطها لنفسنا، بنفكر في المستقبل ونفكر في نفسنا. احنا من 5 سنين بنحط خطط لنفسنا علشان نوصل بيها، حاطين خطط لنفسنا على 10 سنوات لرؤية 2030 حاطينها وبننفذ. مفيش حاجة متروكة للصدفة منها كل سنة. عظيم. بقول لحضرتك مفيش حاجة متروكة للصدفة، يعني كله مخطط. لا كله الحمد لله حسابي. الحمد لله يعني الحمد لله. كلمة الصدفة دي كانت زمان الناس بتشتغل ويعني زي ما تيجي وخلاص كده، لكن احنا الحمد لله حاطين خطتنا وكل سنة جزء من هذه الخطة المخطط، مثلا في احنا قلنا 2021 خطتنا محطوطة وبننفذ فيها ونحاول نوصل لل 100% من هذه الخطة. 22 محطوط خطتنا هنعمل ايه؟ كل سنة من سنواتنا اللي احنا داخلين عليها ان شاء الله
عارفين هنعمل ايه في السنه وهنصرف قد ايه بسعر النهارده. طبعا هيحصل متغيرات في كل سنه علشان اختلاف سعر الصرف، اختلاف الاسعار، الحاجات دي بندرسها من تاني في كل سنه، وبنحاول نعرف هنحتاج كام في تنفيذ مشروعاتنا دي لغايه ما نوصل ان شاء الله لمرحله ان 2030 خطتنا حطيناها على 10 سنوات، نقول باذن الله نقول 100% منها في 2030 ان شاء الله. وطبعا بنقول الكلام ده علشان في ناس هتقول ورانا ايه اللي يعيش، او انتوا بتحطوا حاجه وكلامه، لا الحمد لله احنا دلوقتي ناجحين في كل سنه حطينا فيها خطتنا بننفذها زي ما احنا متفقين عليها. يعني تخطيط مستقبلي وتنفيذ وتطوير، غيرتوا حياه ناس كثيره جدا. احنا في الحقيقه بنشكركم جدا على المجهودات الكبيره اللي انتوا بتعملوها. المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، انا بشكر حضرتك على المداخله اللي كنت معانا سابقا فيها. بقى يعني تطوير العشوائيات سابقا دلوقتي التنميه الحضريه سابقا. دلوقتي مشاهدينا هنروح لفاصل سريع، هنستاذنكم ونرجع تاني بعد الفاصل، خليكم معانا. أهلا بحضراتكم مرة تانية، ولسه مستمرين معاكم في فقراتنا في صباح الخير يا مصر. درجة حرارة غير طبيعية في مصر، سيول وفيضانات في الصين وأوروبا، تلج في عز الصيف في البرازيل، عواصف بتجتاح جزء من الفعاليات للأولمبياد. إيه اللي بيحصل في كوكب الأرض وإيه الحل، وهل ده هيستمر لفترة طويلة؟ أسئلة كتيرة قوي هيجاوبها عنا ضيفنا الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ ورئيس قسم الأرصاد بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي. إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا، صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا، نورنا فندم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، مساء طيبين. حضرتك طيب. هو إيه اللي بيحصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. احنا في من بداية التسعينات بدأنا ننادي ان في حاجة اسمها التغيرات المناخية، ونتكلم في مصطلح جديد اسمه كلايمت تشينج، والناس تخلي بالها في حاجة هتحصل في المناخ. حضرتك لو جبت الترند بتاع الحرارة او معدلات الحرارة من سنة 1980 لحد 2000 هتلاقي الترند طالع معايا بزيادة مضطردة. الثورة الصناعية أحدثت خلل كبير في البيئة. هذا الخلل نشأ عنه ارتفاع في معدل درجات الحرارة. احنا عندنا حاجة اسمها غازات الاحتباس الحراري نشأ من الثورة الصناعية. عندي الميثان، عندي ثاني أكسيد الكربون، عندي أكسيد النيتروز، عندي أبخرة مياه موجودة في الجو اللي هي عاملة رطوبة عالية في الجو دلوقتي. كل دي ملوثات موجودة عملت احتباس حراري. اللي احنا حاسينه دلوقتي مش جراء السنة دي ولا السنة اللي فاتت، ده تراكم سنين، تراكم تلوثات كبيرة في الجو أحدثت ما يسمى بتغيرات مناخية. احنا كمواطنين أو كمصريين لا نمثل شيء بالنسبة للمنظومة العالمية في ان احنا ما نعملش تغير في المناخ. احنا قليلين قوي بالنسبة لكوكب الأرض. احنا أكثر الناس تتأثر، مش مؤثرين يعني. احنا مش مؤثرين، احنا متأثرين. شبه الجزيرة العربية وأفريقيا واللي احنا منها دي دول متأثرة. بيقولوا بالمثل الفلاحي كده، يعملوها الكبار ويعفها الصغار. بس الكبار اتلسعوا اليومين دول، ما كانواش واخدين بالهم، كانوا باصين تحت رجليهم. المؤتمرات الكتيره والندوات واللي بتنادي ب قمه المناخ هتقعد خلاص احنا نخفض الانبعاثات عشان نقلل درجه حراره درجتين عن المعدلات. مش قادرين، مش هم حتى لما يعني ايه ضحكوا على العالم، الدول الكبيره ضحكت علينا وعملوا وقال لك احنا نقلل انبعاثاتنا، بس هم قالوش قللوا انبعاثات في المانيا او في امريكا، وراح عملها في دوله فقيره ثانيه، عمل مصانع في دول ثانيه يعني ايه لف، لكن هو الانبعاثات شغاله. طب انا دكتور خالد شاكر، انا اسفه، حب حضرتك تعرف كده المواطن اللي بيتفرج علينا دلوقتي ايه الانبعاثات الناتجه من المصانع دي وليه بتاثر على الجو مثلا؟ ليه ثاني اكسيد الكربون ده خطر؟ احنا كل الانبعاثات اللي طالعه في الجو دي، لو احنا خدناها مثال رفعنا درجه حراره الجو نتيجه الانبعاث، هو الناس سمتها او العلماء سموها غازات الاحتباس الحراري، المصطلح بس عشان يبقى المواطن فهمه، او غازات الصوبه. هي مش صوبه، هو مثله الجو، الغلاف الجوي نتيجه التراكمات اللي هي بتاعه الملوثات اللي موجوده في الجو عملت فعل الصوبه. الصوبه ان انا بنتج نبات في غير ميعاده، بطلع نبات في غير ميعاده، فهو عمل لي تدفئه. ليجي شعاع الشمس ينزل، المفروض جزء يمتص وجزء يرتد تاني، ينزل كله ما يرتدش،
فعمل احتباس حراري. فعمل احتباس حراري. الاحتباس الحراري ده احنا حاسينه. اول حاجه لو احنا بصينا عليها الامطار هتبقى حمضيه. يعني ايه الامطار حمضيه؟ كميه ثاني اكسيد الكربون المتصاعده في الجو كلها المحيطات امتصتها. لما يجي المطر ينزل يبقى مطر حامضي مؤثر ويضر البيئه اكتر. لذلك يقول لك ايه من ضمن تداعيات التغيرات المناخيه ان عندك الشعاب المرجانيه بتموت. عندك الاسماك بتموت نتيجه المياه الحامضيه لان الماء حامضيه. كمان ارتفاع مستوى الماء الارضي سطح البحر هيرتفع غصب عننا كلنا، لان انت دلوقتي الجليد في القطبين بيدوب بطريقه سريعه جدا. الجليد ده لما بيدوب ده بيبقى عباره عن ميه بينزل على البحر والمحيطات، ترتفع مستوى سطح البحر. لما مستوى سطح البحر يرتفع الميه المالحه هتنزل على الارض اليابسه وتنزل على المياه العذبه. فبالتالي احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان لم ينتبه العالم ويتوقف. ان احنا بنقول الحراره هتزيد 1.5 درجه 3 درجات 2100. الثلاث درجات دول مش احنا بس عشان يبقى المشاهد فاهم معايا نقطه جوهريه شويه. الأستاذ سألتني سؤال في الأول إن إحنا حاسينه ده اللي إحنا حاسينه ده اسمه طقس. إحنا اليوم الأسبوع والشهر والسنة ده طقس. أما المناخ اللي هو الارتفاع اللي أنا قلت من سنة 1980 لحد 2000 ده اسمه مناخ متوسط، متوسط درجة حرارة الجو أو متوسط العوامل المناخية لفترة زمنية طويلة. الخوف من الطويل، الخوف مش من القصير. اللطشة اللي بتيجي بسرعة دي أنا ممكن أدويها أعمل أي حاجة، لكن ان انا الترند يبقى ماشي معايا ومستمر. يعني الصيف السنه دي طويل جدا، الموجه طويله جدا. يعني كان الاول يجي لك مثلا موجه 3 ايام 4 ايام وتمشي، لكن الصيف من اول ما بدا وبرضه ما كانتش بتبقى حر بالشكل ده. احنا حاسين السنه دي بالحر. اولا اشعاع الشمس عالي جدا، نسبه الرطوبه النسبيه عاليه جدا. ايوه ليه بقى بنحس رطوبه؟ يعني حتى في القاهره كان زمان بنشوفها على المناطق الساحليه اكتر، دلوقتي حتى في القاهره حاسين برطوبه عاليه قوي. ما هو تراكم الملوثات عن الحد المسموح به هو اللي عامل كده، هو عامل احتباس. حضرتك دلوقتي الشعاع الشمسي بيتحبس ما بيرجعش تاني، بيتحبس تحت الغلاف الجوي نتيجه الملوثات اللي موجوده في الجو، فهو محبوس. فاحنا عايشين في صوبه، احنا عايشين نعتبر عايشين في صوبه. احنا بناخد الهواء ونرجعه تاني، الهواء ونرجعه تاني، الهواء ونرجعه، فبنحس بالاختناق. عشان كده كان زمان لو حضرتك يعني لو نزل الناس او مشوا في السواحل او راح غيط مزروع رز او ذره يحس جدا بالخنقه، لان في غاز اللي هو غاز الميثان اللي بيتصاعد نتيجه البرك المائيه والارض المغموره بالميه، ده يتصاعد من الارض الزراعيه. فبتحس ان انت مخنوق، مع ان انت ماشي في جو مفتوح وجو فيه زرع. دايما يقولوا ان الجو فيه زرع ده الهواء فيه نقي. في زراعات معينه بتطلع انبعاثات، يعني مزارع الرز. وعشان كده احنا ماشيين في الكلام الوزاره ومركز البحوث الزراعيه بيجري ان احنا نطلع اصناف رز ما تاخدش فتره زمنيه طويله في الارض، عشان نقلل من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها ان احنا نقلل كميه الميه. عاوزين احنا عندنا طبعا مشكله في الميه، فعاوزين نجيب محاصيل والناس تاكل رز وكل حاجه ياخد وقت صغير وياخد كميه ميه قليله، وفي نفس الوقت ما يقلل انبعاث غاز الميثان في الجو. طيب الاحتباس الحراري ده ممكن يعمل حر لكنه يعمل امطار وسلوك برضه؟ هو ليه علاقه؟ طبعا حضرتك السنه دي هدي لك مثال بسيط خالص. السنه اللي فاتت مصر حصل موجه مطر شديده جدا في شهر 3. السنه دي الشتاء الشعب المصري كله ما حسش بيه. هامشي شويه امطار هامشيه. الجو لو انت جبت ترند الحراره خلال الشتاء درجه الحراره مرتفعه عن المعدل الطبيعي، وحصلت مشكله في بالنسبه لزراعه كل الشعب المصري. السنه دي زعلان مفيش مانجا، يعني نتكلمها هنقلبها زراعه. ده بسبب برضو التغير المناخي. بسبب التغير في المناخ، ان انت عندك الشتاء الدافي ده خلى المانجا ظهرت بدري. عشان بس الناس برضو الناس بتسالنا المانجا المانجا المانجا، فانا بقول لهم المانجا ظهرت بدري. فالخبراء المنجويين اللي موجودين على الساحه كل سنه يقول لك اول ما المانجا حلوه الخبراء المنجويين دي عجبتني كل ما اول ما المانجا تظهر في الوقت ده انت هيجي عليك شهر فبراير اللي هيبقى فيه صقيع، فشيل الزهر ده، شيل الشماريخ الزهريه دي. فالناس ماشيه بالطبيعه بشيل الشماريخ. انا برؤيتي المناخيه السنه دي عندي تجربه بفضل الله ناجحه جدا، ان انا قلت لا مش هشيل الشماريخ الزهريه لان الجو دافي. انا عندي محطات ارصاد بترصد للمستقبل، فانا قلت انا مش هشيل. عندي المانجا السنه دي او عندنا في المكان بتاع العمل البحثي السنه دي مانجا انتاجها عالي جدا.
ليه بقى؟ لان انا ما انجرفتش ورا اللي هو كل سنه، لان انا رؤيتي مناخيه هنا، الرؤيه المناخيه تختلف. ان انا راجل شغال في المناخ وعارف ان الجو ده مش هيحصل فيه صقيع، فما حصلش صقيع والحمد لله المانجا كملت دوره حياتها وتمام بالتمام. اللي حصل السنه دي في المانجا والزيتون نموذج الناس تخلي بالها منه، ان التغيرات المناخيه عملت حاجات كتير قوي لازم القاده والمسؤولين الزراعيين ياخدوا بالهم ان في حاجه اسمها تغيير خريطه صنفيه وخريطه زراعيه نتيجه المسجدات الجديده، لان الموضوع له تاثيرات وليه تداعيات على حاجات تانية كتير زي ما حضرتك قلت الزراعه. التداعيات انت عندك ارتفاع مستوى سطح البحر، ذوبان التلج، الطقس المتطرف اللي احنا عايشينه يعني فيه. احنا حابين نفهم الناس اكتر برضو ليه ارتفاع مستوى سطح البحر ده خطر، انه بياكل اليابسه يعني ممكن يقلل طبعا او يرجع شويه من اليابسه. غير كمان يعني حضرتك يعني فهمنا اكتر ليه ده تداعياته وهتبقى عامله ازاي، لانه الموضوع فعلا خطر. يعني حضرتك لو رحت اسكندريه، رحت رشيد، رحت دمياط، احنا من ضمن التداعيات اللي بنقول عليها غرق الدلتا. بالظبط الدلتا هتغرق. طيب الدولة صرفت مليارات عشان نحاول نقلل النحر اللي بيحصل كل سنة نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر. حضرتك شوف حماية الشواطئ عندنا في مصر صرفة فلوس كتير جدا عشان بيعملوا اللي هي الحواجز الخرسانية عشان بقدر المستطاع ان المية ما تهجمش علينا وتطلع فوق المدن الساحلية. دي أول نقطة من النقاط اللي هي ارتفاع مستوى سطح البحر. انت عندك غرق دلتا. طيب الدلتا لما هتغرق، شوف تلات ارباع مساحه مصر الزراعيه موجوده في الدلتا، يبقى انت عندك كده امن غذائي، يبقى ما فيش امن غذائي. انا اهم حاجه عندي لو المواطن بياكل وشبعان انا ما عنديش مشكله امنيه خالص، لكن انا عندي مشكله لو الموضوع ده اتضرب. عشان كده ربنا كرمنا سياده الرئيس عمل مبادره اللي هو الدلتا الجديده، ان احنا ما نقفش مكتوفين. ده هو ده الفكر الحديث، ان انت تلحق وتدبر نفسك في المستقبل. انت ماشي انا غرقت دي خلاص اقعد استنى بقى وعلى ما تنشف تاني والملح يكون اكلها، لا، ان انا اعمل بدايل للمستقبل. اللي هو ده بقى اللي انت الرؤيه السياسيه الصح، ان انا عندي الدلتا الجديده، مشروع المليون ونص فدان من ضمن الحاجات حضرتك سالت عليها من المهم جدا. انت بتقول في السطوح، لا ده انت عندك الدلتا الجديده. هو ايه اللي حصل في مصر؟ احنا اتكلمنا، احنا حاسين بارتفاع درجه الحراره. احنا عندنا بنقول مساحة زراعية محدودة، المواطن بنى عليها، حول الأرض الزراعية الخضراء اللي بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتاعنا اللي احنا بنطلعه والغازات السامة بنى عليها خرسانة. فبالتالي احنا حاسين بدرجة الحرارة زيادة عن اللزوم في القاهرة، حاسين بدرجة الحرارة زيادة عن اللزوم. ليه؟ لأن المصنع أو المتنفس أو الفلتر الرباني اللي ربنا عامله في الحياة احنا شلناه وبنانه مكانه، فبالتالي حسينا بدرجة الحرارة لأن احنا مساحتنا محدودة وتعداد سكانها عالي في منطقة صغيرة. احنا مؤثرين برضه يا دكتور، كنت بتقول في الأول احنا مؤثرين في بنتأثر، بس احنا في بلدنا. لكن انت المشكلة الكبيرة جاية لك من فوق. مش احنا اللي عاملين، احنا لكن احنا بنتكلم على المستوى الإقليمي أو على مستوى الدولة. احنا عندنا مشكلة إن احنا حولنا حرق قش الرز مثلا، ده دي مشكلة كبيرة جدا احنا بنعملها. العربيات المبادرة برضه ويا ما نوهنا عنها، مبادرة سيادة الرئيس اللي هي الجديدة اللي هي استبدال السيارات القديمة بالعربيات الحديثة، إن أنت الموديلات القديمة نغيرها والراجل يروح الحفاظ على البيئة. كل ده حاجات احنا بنبص لها رؤية مناخية. أنا ببص لها برؤية مناخية، دي مبادرة ممتازة، إنك تستصلح أراضي جديدة دي مبادرة ممتازة، إن أنت تعمل أرض زراعية جديدة تبقى فلاتر وتاخد ثاني أكسيد الكربون وتمتص الملوثات وتطلع الاكسجين وهواء نقي للمواطن، بحيث ان انت حضرتك لو رحت المستشفيات هتعرف الربو وال... طيب احنا عايزين بس نقول للناس حاجه سريعه كده، هل ممكن نشهد ظواهر غير معتاده عندنا في مصر؟ عشان نطمنهم برضه. لا ما الناس ما تقلقش، بس الطقس المتطرف وارد في اي وقت يحصل اي مشكله. احنا عندنا امطار في مواعيد غير المانيا فيها فيضانات. الصين كذلك. دول اوروبيه كثيره من شهرين او حاجه زي كده. فبالتالي احنا في منظومه الكون، لكن احنا الى الان بفضل الله ما عندناش مشكله. طب دكتور شاكر، ازاي نتكيف احنا انا كمواطن لوحدي عايز اساعد، ازاي اتكيف مع المشكله دي واقدر اساعد بيها ازاي؟ المنظمات المجتمع المدني والمواطن
لو لم يتكاتف مع الدولة يبقى احنا كلنا عندنا مشكلة. لازم كله تبقى ايد واحدة ان احنا نحافظ على الحزام الاخضر او المساحات الخضراء بتاعتنا. الناس تزرع، ممكن من ضمن الحاجات ان انا ازرع اسطح المنازل بحيث ان انا اطلع اكسجين نقي للمواطن. عظيم. عدم التعدي على الارض الزراعية، ترشيد استهلاك الاسمدة الازوتية اللي هي بتطلع اكسيد النيتروز، وهشكر الحلقه هتخلص ومش هكمل. لا عشان رايحين الموجز بس معلش. كويس ان حضرتك خدت بالك. لما حلقه شكرا ليك، بنعتذر جدا لحضرتك طبعا عشان عندنا موجز على راس الساعه. شكرا لحضرتك الدكتور شاكر ابو المعاطي استاذ المناخ ورئيس قسم الارصاد بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، شكرا جزيلا. دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لاهم الاخبار مع دينا. اتفضل يا دينا. شكرا لك يا محمد. التاسعه صباحا بتوقيت القاهره، السابعه بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدة أب فلسطيني طالب بعلاج طفلته التي تعاني من مرض جلدي خطير. ووجهت أسرة الطفلة بيان محمود الشكر الرئيس السيسي لسرعة استجابته عقب تلقيه حالة الطفلة وتوجيهته على الفور بسرعة سفر الطفلة بيان لتلقي العلاج في مصر، وكذلك على دعمه الدائم لقطاع غزة بصفة عامة وشعبها بصفة خاصة. وستغادر الطفلة بيان قطاع غزة إلى القاهرة غدا عبر معبر رفح البري. وقع النائب العام المستشار حمادة الصوي مع نظيره الليبي المستشار صديق الصور مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين النيابتين وتقوية وتطوير العلاقات بينهما لمكافحة شتى صور الجرائم خاصة الإرهاب والجرائم المنظمة وجرائم الفساد والإتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية. جاء ذلك خلال استقبال المستشار حمادة الصوي للنائب العام الليبي بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة بحضور نخبة من قيادات النيابة العامة المصرية وأعضائها. واستعرض النائبان العامان هيكلة النيابتين وكيفية إدارة العمل فيهما والإشراف على الإدارات والنيابات المختلفة بهما ورؤيتهما نحو تطويرهما وكذا القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد المستشار حمادة الصوي أن اللقاء بين النيابتين يعد إضافة لعميق الترابط ورسوخ الصلة بين البلدين. يعقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري رمطان العممرة، ويتناول اللقاء العلاقات المصرية الجزائرية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. هذا ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن جريمة الإتجار بالبشر تعد انتهاكا مؤكدا لحقوق الإنسان. وخلال كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر أكدت وزيرة التضامن أن مصر لها جهود كبيرة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، حيث تقوم الحكومة ممثلة في وزارة التضامن بإطلاق حملات توعية مكثفة بهدف مكافحة تجارة الأعضاء التي تمثل خطرا في العالم أجمع، مشيرة إلى دور مركز استقبال النساء أو الأشخاص ضحايا الإتجار بالبشر في تقديم مساعدات قانونية ودعم نفسي وتمكين اقتصادي واجتماعي للنساء حتى يتم إعادة دمجهن في المجتمع. تواصل الحكومة جهودها بهدف تنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى مصر، وفي إطار ذلك يستقبل مطار الأقصر الدولي اليوم أول رحلة جوية لمصر للطيران قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد، حيث قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بالاتفاق مع بعض وكلاء السياحة في إسبانيا لتسيير سلسلة من رحلات الطيران العارض من العاصمة مدريد إلى الأقصر خلال الفترة القادمة. ويأتي هذا تماشيا مع خطة وزارة الطيران المدني لزيادة معدلات التشغيل وفتح خطوط جديدة لجذب المزيد من العملاء. أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بتعديل فترة حظر تجول الأشخاص والسيارات لتصبح من الساعة 10 مساء إلى الساعة 5 صباحا ابتداء من الأول من أغسطس المقبل حتى إشعار آخر. وذكرت الرئاسة التونسية أنه بمقتضى هذا الأمر تقرر منع جميع التظاهرات والتجمعات العائلية الخاصة والعامة، وذلك في إطار تدابير منع انتشار فيروس كورونا،
كما أصدر سعيد الرئيس التونسي أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي. أعلن القضاء العسكري التونسي حبس النائب ياسين العياري بالسجن المدني تنفيذا لحكم قضائي صادر ضده. وقالت الوكالة العامة للقضاء العسكري التونسية تنفيذ الحكم جاء بعد صدور الأمر برفع الحصانة، مشيرة إلى أن الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب. ويقضي بسجن ياسين العياري لمدة شهرين اثنين لاتهامه بالمشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني التونسي ومعنوياته. قال مصدر أمني عراقي إن 7 من أفراد الأمن قتلوا وأصيب آخرون في هجوم شنو تنظيم داعش الإرهابي في صلاح الدين. وقال المصدر إن الهجوم الإرهابي استهدف مجلس عزاء في منطقة البوجيلي في محافظة صلاح الدين، مشيرا إلى أن الهجوم أوقع أيضا 17 مصابا بينهم من عناصر من قوات الأمن. نهاية موجز التاسعة فاصل ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. برحب بحضراتكم مرة تانية ولسه مستمرين معكم في فقرتنا في صباح الخير يا مصر. مسجد مالك الملك طراز معماري فريد بيزين العالمين الجديدة. دلوقتي في منطقة مسجد مالك الملك مدينة الفنون العالمين الجديدة. المرحلة الأولى من المشروع بدأت كمرحلة تصميم ووضع الفكرة التصميمية، بدأناها في أواخر 2017. اخترنا للتنفيذ في مدينة الفنون أكثر من طراز معماري، ومعظمها طرازات معمارية مؤثرة في جمهورية مصر العربية زمان، منها على سبيل المثال الطراز الفرنسي والطراز الروماني والطراز العثماني. اخترنا الطراز العثماني لتنفيذ وتصميم مسجد مالك الملك. المسجد اتعمل فيه على كل حاجة علشان نراعي فيها احتياجات الاستخدام بعد كده للمستخدمين للمسجد والمنطقة المحيطة بالمسجد. اتراعى تنفيذ فيها منطقة لمساحة انتظار سيارات بمساحة 10,000 متر مسطح. المنطقة دي بتكفي معانا حوالي 186 عربية، وما تنساش ان احنا نحط في اعتبارات التصميم ان احنا نعمل الاماكن المخصصه لاخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصه. مساحه المسجد الخارجي، المسجد الخارجي اتبنى كل الساحه بتاعته على حوالي 14,800 متر مربع. مباني المسجد نفسها عباره عن 3,800 متر مربع. المسجد بيشتمل على كذا مكان، منهم الساحه الرئيسيه للصلاه للرجال، ودي موجوده في الدور الارضي بتاعنا. المساحة بتاعتها 700 متر مربع، بتسع 750 مصلي رجال. عندي كمان في الدور الأرضي الغرفة بتاعة معيشة الإمام والمكتبة الخاصة به والمكتب الخاص بالإمام. عندنا كمان 2 قاعة متعددة الاستخدامات، مساحة كل واحدة منهم حوالي 240 متر مربع، وبتكفي وتسع 108 شخص في السيشن الواحد. طبعا مجموعة من الأماكن الخدمية التانية، منها أماكن الوضوء، منها الحمامات، منها الغرف المستخدمة في أعمال التهوية وأعمال الكهرباء. نطلع بعد كده على الدور الأول. الدور الأول في مصلى السيدات. مصلى السيدات بيسع مصليين 135 مصلي، وبرضو معاه الأماكن الخدمية بتاعته زي أماكن الوضوء والحمامات والسلالم والأسانسيرات. نتحرك ونبص مع بعض على الدور الأرضي وثم الدور الأول. زي ما احنا شايفين الساحة الرئيسية للمصلى الرجال المسطح بتاعها حوالي 700 متر، بتسع حوالي 750 مصلي. زي ما اتكلمنا قبل كده احنا منفذين على الطراز العثماني. الطراز العثماني من المميزات بتاعته أو العلامات اللي فيه إن احنا بنستخدم القبة
الرئيسية، ودي قبة عندنا موجودة بقطر 14 متر بيحيط بيها أربع أنصاف من القباب. زي ما انتم شايفين احنا مستخدمين هنا جوه الساحة وأعمال التشطيبات كل المواد والخامات اللي بتراعي العمر الطويل، ما تتأثرش بالعوامل الجوية، سواء كان في الأخشاب، أنواع الأحجار الطبيعية من الرخام، أو كل الخامات اللي تم استخدامها داخل المسجد. ورايا هنا هيبقى فيه المحراب والمنبر، وعلى يميني وشمالي في بابين الدخول الرئيسيين، باب من اليمين وباب من الشمال. في عندي باب في الاتجاه الثاني، الباب ده اللي هو باب الدخول الرئيسي للمسجد، ليه دايما ده بيكون عكس اتجاه القبلة، وده باب الدخول الرئيسي. فوق ده مصلى السيدات، مصلى السيدات موجود في الدور الأول بالأماكن الخدمية الخاصة به. مصلى السيدات بيسع 135 مصلي. اولا كل الشكر لحضرتك يا باشمهندس على العمل في هذا المسجد وهذه الحاله من الابهار اللي حضرتك وريتها لنا، وعلى طريقه الشرح كمان. يعني حضرتك وضحت لينا ووضحت للساده المشاهدين ايه هي محتويات المسجد بالظبط. المسجد ده اول مسجد في مدينه العالمين الجديده، وموجود في المنطقه التراثيه في مدينه العالمين اللي فيها بقى المتحف او المسرح الروماني، واللي فيها ارض للمعارض، وفيها مكتبه، وفيها تفاصيل كتيره جدا موجوده في هذه المنطقه التراثيه. حاله من الجمال والابداع موجوده في هذا المسجد، مسجد مالك الملك، بيسع لما يقرب الى 100 مصلي زي ما سمعنا من الباشمهندس في وهو بيشرح لنا، وحوالي 200 من السيدات او المصليات السيدات بيسع في الدور الثاني. في ملحقات للمسجد طبعا، في مكتبه كمان داخل المسجد مبني على طراز معماري رفيع اندلسي مع عثماني في نفس الوقت، وشفنا حاله من الجمال في الداخل. كمان المواد المستخدمه في هذا المسجد زي ما سمعنا من المهندس، ويمكن دي من الحاجات اللي لفتت نظري، ان احنا بنستخدم مواد تعيش. يعني احنا مش مجرد ان احنا بنستخدم مواد بنعمل مسجد وخلاص، لا، انا مستخدم مواد سواء في الاخشاب أو في الأحجار، حاجات تعيش. تعرض عليهم كام تصميم لحد ما استقروا في النهاية على هذا الشكل. وشفت أنت منظر القباب من تحت، القبة الرئيسية في النص وعليها أربع أنصاف قباب، يعني حاجة غاية في الروعة الحقيقة. كل حاجة مبهرة بصراحة. مسرح الماسة في حالة كبيرة من الإبهار، عشان كده كل النجوم والمطربين بيكونوا حريصين أنهم يعملوا حفلات على مسرح الماسة. كان في حفلة حلوة قوي لتامر حسني وائل جسار، وكمان كم يوم هيكون في حفلة للميجا ستار عمرو دياب. مسرح منتجع الماسة بالعالمين الجديدة يضفي حالة من الإبهار على حفلات أهم نجوم الطرب والغناء الذين يحرصون على إحياء حفلاتهم في الأجواء الساحرة لمدينة العالمين الجديدة. جمهور الميجا ستار عمرو دياب على موعد مع أكبر وأضخم حفلاته في 13 من أغسطس على مسرح منتجع الماسة، حيث سيقدم عدداً من أعماله الجديدة التي ما زال الجمهور ينتظر طرحها رسمياً، منها أغنية أحلى ونص التي طرح البروم الدعائي لها على حساباته. وتألق النجم تامر حسني بشكل كبير في الحفل الفني الضخم الذي أحياه في مدينة العالمين الجديدة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وهو الحفل الذي شهد حضوراً جماهيرياً ضخماً في ظل تصميم المسرح بشكل جديد ومميز. إذ ظهر تامر وهو يقف على منصة معلقة وسط المسرح وترتفع عنه بشكل مميز. احنا في زمان صعب وملوش غير عند واستهتال، شوف قيمة الموجود وصرخ قول انا موجود، ده الحلم قادر يشحنك ويوقفك مسنود. وشارك النجوم وائل جسار ومحمود الليثي وأمينة في إحياء حفل غنائي في مدينة العالمين الجديدة، وافتتح وائل جسار فقرته بأغنية بحبك يا مصر وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب. بعدها حرص على توجيه كلمة شكر لحفاوة الاستقبال، مؤكداً حبه لمصر ومشيداً بجمال شعبها وعراقة تاريخ أم الدنيا، واختتمها بترديد
وحشتوني وحشتوني وحشتوني. وأشعل جسار الحفل بالعديد من أغانيه الرومانسية والطربية التي تألق بها طوال مشواره الفني، بالإضافة إلى بعض أغاني رموز الأغنية المصرية كوكب الشرق والعندليب وسيد مكاوي. أيضاً قدم المطرب الشعبي محمود الليثي والمطربة الشعبية أمينة العديد من أغانيهما المميزة التي تفاعل معها الجمهور. طبعا هو تامر حسني اصلا بيطلع يولع الدنيا، فما بالكم بقى بالمسرح وتصميم المسرح اللي موجود هناك. طالع بقى على منصه عاليه كده مختلفه عن المسرح، فالدنيا ولعت اكتر. وانت عارفه طبعا جمهور تامر عامل طبعًا ازاي، طبعا يعني فعلا زي ما انت قلت هو بيولع الدنيا فعلا. ولسه كمان عندنا عمرو دياب متحمسه قوي لحفله عمرو دياب 13 يعني لو عندي اجازه هروح ان شاء الله. طيب طبعا عشان كان في تفاصيل كتيره جدا في مدينه العلمين، احنا عملنا حلقه من حوالي 3 اسابيع، وامبارح كانت تاني حلقه برضو عن مدينه العلمين، وكمان وقت الحلقه ما ساعدناش ان احنا نعرض كل التقارير، عشان كده لسه معانا تقارير من مدينه العلمين. دلوقتي المنطقه التراثيه اللي موجوده هناك فيها المسرح الروماني، ده طبعا مسرح مكشوف للحفلات الموسيقيه ومجهز باحدث تقنيات الصوت، ده طبعا بخلاف غرف لمقدمي الحفلات والفرق، وبيستوعب عدد كبير جدا من المتفرجين في الحفله الواحده. المهندس المشرف على مشروع من جهاز مدينة العلمين الجديدة. احنا دلوقتي موجودين في المسرح الروماني. المسرح الروماني موجود في مدينة الفنون في مدينة العلمين الجديدة. المسرح الروماني تصميمه بناء على محاكاة للمسرح الروماني القديم في اسكندرية. الصحن اللي احنا واقفين فيه دلوقتي ده 400 متر. الجزء الثالث الجزء الخادم، غرف تغيير الملابس والحمامات. المسرح هنا يعتبر متنفس ثقافي وفني، خاصة ان هو جنبه هنا دار الاوبرا وجنبه برضو مجمع السينمات، فيعتبر فيه اختلاف في الفنون وتغيير في ثقافة الفن، يعني ممكن الناس تبدأ تغير في تسمع ده وتشوف ده وتغير الثقافة بتاعت الفن ده. احنا برضو ممكن نقول ان المسرح هنا يعتبر لاند مارك، علامة مميزة جدا في المدينة، خاصة على الطراز الروماني، لأن هو هنا في اختلاف في الطراز والتصميم، فيعتبر لاند مارك مميز جدا في المدينة. نسب الإنجاز دلوقتي وصلنا لها في المرحلة الأولى خرسانات 100%، المرحلة الثانية للتشطيبات الواجهات بنسبة 75%، وجاري تشطيب المرحلة الداخلية. المساحة الداخلية للمسرح 2400 متر ريما مربع. أتمنى إن شاء الله إن أنا أفضل شايف المسرح ده لغاية لما أشوف الإنجاز بيتحقق على أرض الواقع، وأبقى في نفس المكان ده إن شاء الله معاكم، ويكون شغال وفي مشاهدين وبنستمتع بالعروض الموجودة فيه. مشاهدينا نستأذن حضراتكم نروح لفاصل سريع ونرجع بعدها نكمل فقرات صباح الخير يا مصر. اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. دلوقتي هنروح لدينا عشان نستعرض معاها اخبار الرياضه، عندها تفاصيل كتيره جدا اعتقد. بالفعل يا محمد عندنا تفاصيل، واهم تفصيله بالنسبه لنا النهارده طبعا ان منتخب مصر الاولمبي هيلعب امام البرازيل النهارده الساعه 12، عشان كده هنجيب لكم تفاصيل ان الجهاز الفني لمنتخب مصر الاولمبي بقياده شوقي غريب استقر على تعديل طريقه لعب المنتخب قدام البرازيل النهارده، ده هيكون في ربع نهائي اولمبياد طوكيو، عشان يلعب بطريقه 3-4-3 بعد ما اعتمد قدام استراليا طريقه 1-3-3، خصوصا انه اعتمد على الطريقه دي للمغامره وتحقيق الفوز، وده لان المنتخب ما كانش عنده خيارات تانية، لكن الوضع طبعا قدام البرازيل هيكون مختلف تماما.
الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سلط الضوء على مواجهات دورة الثمانية في دورة الألعاب الأولمبية، وأبرزها طبعا مباراة منتخبنا الأولمبي قدام المنتخب البرازيلي النهاردة. موقع فيفا قال إن كل المؤشرات بتميل لفوز منتخب البرازيل في مواجهة النهاردة قدام الفراعنة، خصوصا إن البرازيل عندها المهاجم ريتشارد ليسون اللي طبعا بيتصدر هداف البطولة برصيد 5 أهداف، لكن برضو هيواجه المنتخب المصري اللي عنده حارس قوي وخبرة في طبعا في التصدي للأهداف محمد الشناوي، قدامه خط دفاع قوي ما نعترضش أو ما تعرضش للاختراق خلال مرة واحدة في 270 دقيقة. بيتمنى كلنا نفوز النهاردة طبعا للمنتخب المصري. هنأت السويد من خلال البوابة الرسمية الناطقة باللغة العربية المنتخب المصري لكرة اليد اللي حقق الفوز امبارح في أولمبياد طوكيو 2020 بنتيجة 27-22. أشادوا كمان بالحارس الكبير كريم هنداوي، وكتبت بوابة السويد على تويتر وقالت تهانينا لمنتخب مصر فوزه وتأهله لدور ربع النهائي على منتخب السويد لكرة اليد للرجال ضمن أولمبياد طوكيو 2020، وده بعد أداء مبهر من الحارس المصري كريم هنداوي وهجوم ودفاع رائع في النص الثاني من المباراة. الاتحاد الدولي لكرة اليد أعلن عن تسجيل يحيى الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد رقم قياسي في تاريخ مشاركات مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وده بعد ما حسم منتخب اليد التأهل لدور ربع النهائي من الأولمبياد بعد حصولهم على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد الفوز اللي حققوه على منتخب السويد. ألم الركبة اتسببت في أن مروان القماش لاعب منتخب مصر للسباحة ما قدرش يشارك في سباق ال 1500 متر اللي كان المفروض يلعبه امبارح طبعا في دورة الألعاب الأولمبية، ده بعد ما اشتكى اللاعب من ألام الركبة وتم الاستقرار أنه ما يشاركش في السباق. عشان كده مروان خرج وقال أنه حقق نتيجة إيجابية في طوكيو والحمد لله انتهيت من منافساتي الأولمبية في المركز ال 14 وال 16 عالميا في سباقي 800 وال 400 متر، وأقدر أعتبرها نتيجة كويسة في السباحة، بس فعلا كان أملي يحقق أحسن من كده وأوصل للنهائي وأشرف بلدي بميدالية، وده كان حلمي وحلم كتير من المصريين، لكن اعتبر ان اللي حصل توفيق كبير من ربنا وبيوعدنا وبيوعد نفسه كمان انه سينهي مشواره بس لما احقق كل اهدافي. السباحه المصريه فريده عثمان خلصت سباق التصفيه الثامنه من سباق 50 متر حره في المركز الثاني بزمن 25.13 ثانيه، وده ضمن منافسات دوره الالعاب الاولمبيه طوكيو، واستقرت فريده عثمان في المركز ال 24 بشكل عام وبيتاكد عدم تاهلها لنص النهائي. منتخب اسبانيا الاولمبي لكره اليد استقبل اول هزيمه ليه امبارح في دوره الالعاب الاولمبيه بطوكيو بخسارته قدام فرنسا بنتيجه 37-31. منتخب البرازيل لكرة القدم للسيدات خسر من المنتخب الكندي بضربات الجزاء بنتيجة 3-4 بعد ما خلص الوقت الأصلي والإضافي لمباراة بدون أهداف، وبكده بيخرج من الدور ربع النهائي لمنافسات كرة القدم للسيدات في أولمبياد طوكيو. منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك نجحوا في التأهل النهائي بطولة الكونكا كاف، وهيلعب منتخب المكسيك نهائي الكأس الذهبية ضد الولايات المتحدة ده يوم الاثنين الصبح الساعة 2:30. وبكده تكون خلصت أخبارنا الرياضية، وهنعود طبعا لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مرة تانية، لكن أحب أفكركم كلكم بموعد مباراتنا الساعة 12 منتخب مصر أمام البرازيل، بنتمنى طبعا الفوز لمنتخب مصر. هرجع مرة تانية لمحمد وبسنت علشان نكمل فقرات صباح الخير يا مصر. بنشكرك يا دينا، ولسه مكملين مع حضراتكم في الرياضة. النهاردة هيكون معادنا مع مباراة مصر اللي كلنا مستنيينها بفارغ الصبر، مباراة منتخبنا المصري الأولمبي اللي هيواجه فيها نظيره المنتخب البرازيلي. هل ممكن نقدر نتخطى المباراة دي رغم كل الصعوبات الفنية اللي ممكن تقابلنا؟ هل الأوراق الفنية اللي بيمتلكها الكابتن شوقي غريب هتأهله للدور الجاي؟ خلونا نجاوب على كل ده مع ضيفنا الناقد الرياضي محمد مهدي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير على حضرتك، ربنا يخليك. صباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين، ويا رب يبقى يوم جميل كده ونقدر نكسب البرازيل ان شاء الله. يكون مشهد حلو يا رب. يا رب ان شاء الله. هل احنا قادرين على الفوز على البرازيل ولا احنا حاليا قادرين نعمل اي شيء؟
في ظل الدعم اللي بيتلقاه المنتخب الأولمبي لكرة القدم سواء من القيادة السياسية على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي أو الدعم من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واللجنة المؤقتة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، كل الظروف متوفرة للمنتخب الأولمبي أنه يقدر يحقق نتائج مميزة في أولمبياد طوكيو، وده اللي حصل في دور المجموعات. كانت مجموعة صعبة جدا، سميت بمجموعة الموت، بتتكلمي على أسبانيا على الأرجنتين على أستراليا، ومصر مجموعه قويه جدا ونقدر وقدرنا ان احنا نعدي دور المجموعات. الماتش الاولاني كان فيه بعض الاهتزاز امام اسبانيا، بتتكلم على بطل عالم، بتتكلم عن 6 لاعبين اساسيين في الفريق لسه مشاركين في يورو 2020 بكامل القوام، فرقه ثقيله جدا، انك تطلعي معاها تعادل سلبي ده انجاز كبير للكره المصريه. كان لسه اول ماتش واللعيبه عندها رهبه الاولمبيات، ولكن ثاني ماتش الاداء تغير تماما. احنا كنا يعني الانتقادات كثيره للكابتن شوقي غريب واللعيبه في الماتش الاولاني على الطريقة الدفاعية، تحسن الأداء في ماتش الأرجنتين، وحتى إذا يعني خسرنا بهدف مقابل شيء، أعتقد أن هي الكرة الوحيدة اللي الأرجنتين راحت بها جابتها جول، رغم منها كنا مسكين المباراة بشكل كبير جدا، ولكن الشكل الهجومي كان ممتاز في ماتش الأرجنتين. في ماتش أستراليا كان خلاص هو ده الماتش الحاسم، الماتش المهم لازم ليه نفوز. لازم نفوز، ما قدامكش حل تاني. أنت كنت طوال 90 دقيقة ماسك كرة بشكل كبير جدا، بتهدد مرمى أستراليا، بتضيع فرص كتيرة جدا، حتى كان في لقطة الكابتن شوقي غريب في يعني قبل الجون الأولاني بتاع أحمد ياسر ريان بيقول بيقول للعيبة لو ما سجلناش دلوقتي هنندم على الفرص اللي احنا بنضيعها. بالتالي دي رساله قويه جدا، ورمضان عمل الباص بتاعه لاحمد راسي ريان، جبنا الجون الاولاني، الشوط الثاني برضه سيطرنا على نص الملعب وقدرنا ان احنا نسجل الجون الثاني عن طريق عمار حمدي، فبالتالي رحنا لمنطقه ثانيه وهي ربع نهائي اولمبياد طوكيو. ده في حد ذاته انجاز للكره المصريه، انجاز لكتيبه شوقي غريب، ولكن الاهم مباراه اليوم امام البرازيل، فريق من المصنفين، طول عمرنا بنحب البرازيل احنا كمصريين عشان الكرة بتاعه البرازيل، بنشجعهم كلنا، ولكن جه الوقت اللي احنا هنشجع منتخبنا امام البرازيل. قادرين نكسب البرازيل، قادرين نكسب البرازيل، بنمتلك اوراق دفاعيه وهجوميه وحارس مرمى مصنف، حتى ان كل الصحف البرازيليه تتحدث عن محمد الشناوي وعن انه عشان البرازيل تكسب مصر لازم تتخطى محمد الشناوي، فبالتالي كبطل افريقيا بالظبط كبطل افريقيا ومن الحراس المصنفين، حتى انه في دور المجموعات لما تم اختيار افضل 10 لاعبين في مجموعات طوكيو كان محمد الشناوي موجود ضمن افضل 10 لاعبين، ونجمنا احمد حجاز المحترف في الدوري السعودي. فبالتالي انت تمتلك الاوراق، بالتالي تمتلك كمان انه الصحف البرازيليه بتتكلم كويس جدا عن المنتخب المصري بعد الاداء اللي ظهر بيه. مفيش يعني مفيش اللي هي الغرور بتاع منتخب البرازيل ومصر، فبالتالي الماتش سهل. حتى انه اندريه جارد المدرب البرازيل في تصريحاته في المؤتمر الصحفي كان يعني بسيط جدا في الكلام، ان الماتش 50-50، منتخب مصر يمتلك اوراق كثيره جدا واحنا البرازيل نمتلك اوراق كثيره جدا، ولا نعتمد على التاريخ او لا نعتمد على اسم البرازيل، فبالتالي هي كره قدم، هي 90 دقيقه نقدر نعمل ده، نمتلك الاوراق، نمتلك جهاز فني محترم. يعني احنا اتكلمنا دلوقتي عن محمد الشناوي، مين تاني؟ محمد الشناوي ده يعني 50% من يعني زي ما نقول كده من بالظبط من قوه المنتخب المصري، من قوه المنتخب المصري، شال كور في ماتش استراليا عظيم، حارس اسطوري، فبالتالي انت عندك الاساس بتاعك بتاع حارس المرمى ده مهم جدا، لان ده 50% من قوه الفريق. كان في انتقادات كتيره جدا لاختيار الشناوي، الاختيار الونش وحجازي كاتنين كبار فوق السن يعني من كابتن شوقي غريب، ولكن اعتقد ان هو كسب الرهان بعد دور المجموعات، واعتقد ان الونش وحجازي مقدمين 3 ماتشات على مستوى عالي جدا، بالاضافه لاسامه جلال الباك او المدافع الثالث اللي بيلعب معاهم. ده خط قوه بالنسبه لك، خط الدفاع انت دخل فيك هدف واحد بس طول 3 ماتشات من الارجنتين، في المقابل البرازيل دخل فيه 3 اهداف، فبالتالي انت خط دفاعك وحارس مرماك اقوى من البرازيل. عندك نص الملعب اكرم توفيق ربنا يحميه عامل 3 ماتشات ولا اروع، بالاضافه لانه كان اول ماتش امام عاشور، شوقي غريب شاف انه امام عمار حمدي متطور اكثر في نص الملعب، بيزيد هجوميا بشكل كبير جدا، يؤدي الدورين الدفاعي والهجومي، فبدا يعتمد عليه. عندك الخط الهجومي قوي جدا، لسه ما ظهرش بالقوه اللي انت يعني متصورها، ولكن بتكلم على رمضان صبحي لعيب كبير جدا، بتكلم عن ناحيه ثانيه طاهر، محمد طاهر بيقدم مستويات مع النادي الاهلي ممتازه جدا، لو كان في فورمته فبالتالي انت هتهدد مرمى البرازيل بشكل كبير. احمد ياسر ريان متصدر او هداف الدوري المصري يعني بعد محمد شريف، فبالتالي انت تمتلك اوراق رابحه سواء دفاعيه او في خط النص او هجوميا، ما عندكش مركز تقدر تقول علينا انا عندي فيه مشكله. الاول كان بيبقى عندنا مشكله في الباك ليفت، دلوقتي عندك احمد فتوح بيؤدي بشكل ممتاز جدا، الماتش اللي فات بتاع استراليا بيلعب كره رمضان صبح ورمضان بيرقص ويخش جوه منطقه الجزاء ونقدر نقدم. كريم العراقي في الناحيه اليمين بيؤدي بشكل ممتاز جدا، واذا كان في بعض الانتقادات ليه ولكن دفاعيا ماسك نفسه بشكل كبير جدا، محتاجين تطوير بس في الناحيه الهجوميه. الاهم من ده كله انه طريقه لعب البرازيل اختلفت عن الفترات الماضيه اللي احنا كنا بنشوف الكره الحلوه بتاعه البرازيل،
الطريقه اتغيرت، فبالتالي انت لازم تجاري ده. واعتقد انه كابتن شوقي غريب مذاكر جدا البرازيل وبيحفظ لعيبته كويس جدا. ريتشارد لايسن قال ان المواجهه مواجهه المنتخب المصري هتبقى صعبه، انت شايف ده ازاي؟ هي هو يعني زي ما قلت لحضرتك انه كلامه منطقي جدا، لانه المؤتمر الصحفي كان واضح جدا انه مدرب البرازيل يعني يؤكد انه المواجهه 50-50، فبالتالي ان ريتشارسون مهاجم كبير جدا لاعب ايفرتون الانجليزي بيأدي بشكل ممتاز جدا، كان موجود في كوبا امريكا وبيقدم مستويات ممتازه مع البرازيل وخسروا في النهائي من الارجنتين وخسروا البطوله، هداف طوكيو حتى الان 5 اهداف، 3 اهداف في المانيا وهدفين في السعوديه، فبالتالي ان هو مهاجم خطير جدا عنده مميزات كثيره جدا، مش المهاجم اللي هو الحريف اللي بيرقص ويعدي وبتاع، لا ده بيقطع من ورا المدافعين وبيسجل برجله وبدماغه، فبالتالي انه عنده حلول كثيره جدا، بنيانه الجسماني يعني قوي، فيقدر ان هو يعني بلغه الكره يعافر مع المدافعين ويعدي ويجيب جوان، بيشوط من بره كتير جدا، كمان العرضيات بيستغلها بشكل كبير جدا. 90% من قوه البرازيل في البطوله دي هو ريتشارلسون، اذا يعني قدرنا او دفاع منتخب مصر قدر يحجمه فبالتالي بالظبط، فبالتالي هو الخطوره كلها من عنده. انت بتتكلم في 7 اهداف سجلتهم البرازيل في 3 ماتشات، 5 اهداف منهم ريتشارلسون، فبالتالي ان هو زي ما بنقول 90% بالظبط 90% من قوه الفريق، اذا تم يعني احكام السيطره على ريتشارلسون فبالتالي ان الامور هتتسهل اكتر للمنتخب المصري. كمان الميزه اللي احنا عندنا انه البرازيل بتلعب الكرات اللي هي يعني زي ما نقول العموديه في ظهر المدافعين، احنا واقفين بشكل صح كبير جدا، بنلعب اعتقد المنتخب الوحيد اللي بنلعب 5 مدافعين، فبالتالي ان احنا قافلين الحته دي بشكل كبير جدا. اكرم توفيق بيقدم كمان دور دفاعي على مستوى متميز، بيقابل بيرجع على طول بيقابل بشكل كبير جدا، فبالتالي احنا ما عندناش مشكله مع ريتشارلسون، وانا ضد ان احنا نعمل رقابه لاصقه عليه او مان تو مان، يعني لانه مش هتقدر تسيطر عليه بشكل كبير جدا، لانه مش مهاجم صريح، بيجي من نص الملعب وبيزيد بيتحرك في كل مكان، بتلاقيه في اليمين وبتلاقيه في الشمال الكوره كمان، فبالتالي مش هتقدر تسيطر عليه، هو خطورته كلها في التحرك بدون كوره، بيتحرك بدون كوره باي في كل مكان في الملعب وبتجيله الكرة قدام الجون فبيخطف. طيب سواء برجله أو بما اننا بقى بنتكلم عنه تحديدا، هل الخطة اللي اعلنها كابتن شوقي غريب دي هتناسب اللعب معاه؟ يعني احنا لعبنا المباراة اللي فاتت 3-3-3-1، دلوقتي اعلن ان احنا هنلعب 3-4-3، هو بعيد عن 3-4-1 و3-4-3 او نفس الطريقه، هي الطريقه ما بتتغيرش، بعيدا عن بقى احنا بنلعب 3-1-3-1، هي نفس الطريقه احنا ما بنغيرهاش، هو الورق ذات نفسه اللي بيتغير. زي ما قلت لحضرتك انه الـ5 الدفاعين بتوعنا دول ثابتين، انت عندك 3 المساكين الونش وحجازي واسامه جلال، دول ثابتين ما بيتحركوش، بيغطوا كل المنطقه اللي قدام محمد الشناوي. عندك كريم العراقي باك يمين وفتوح باك شمال، بيزيدوا وبيرجعوا فادي الخمسه اللي يعني وجود الاربعه في نص الملعب، في نص الملعب كنت اكلمك فيه بقى، وجود الاربعه جنب بعض في نص الملعب قادرين ان هم يوقفوا تحركاتهم بدون كوره قادر، وكمان احنا مش عايزين نعتمد على نركز على تشيرسون فقط ونسيب ايه، لا لا بص احنا برده مش هنمسك لاعب ما فيه يعني كل البرازيل متالقين، انت عندك الجبهه اليمنى للبرازيل قويه جدا، عندك داني ألفيش خبرات كبيره جدا، بتتكلم في 38 سنه بطولات كتيره جدا مع برشلونه ومع منتخب البرازيل، فبالتالي ان هو احنا بنتكلم عنه بالتحديد عشان هو نجم هجوم المنتخب البرازيلي، هو نجم ولكن ما ينفعش ان انا اركز على لاعب فقط واسيب باقي الفريق، ما يعني عندهم خطورات تانية اخرى، ممكن تكون الناس ما كانتش مركزه مع ريتشارلسون او انه مش لاقيين طريقه ان هم يوقفوه بيه، فبالتالي ان هو سجل اهداف بشكل كبير جدا لانه ما بيضيعش كتير جدا يعني لانه كمان المهاجم الثاني كونيا يعني بطيء شويه بيضيع كتير، فبالتالي انه مش واخد الهاله اللي واخدها ريتشارلسون رغم ان هو خطير وبيتحرك في الملعب بشكل كبير جدا، ولكن ده الذكاء اللي عمله اندريه جاردن مدرب البرازيل، ان هو بيلعب بكونيا مهاجم صريح ولكن في الواقع ما بقاش مهاجم صريح، بي بي بيرجع للخلف وريتشارلسون هو اللي بيهاجم، فده اللي بيعمل خلل في الدفاعات، ولكن احنا لازم نقفل الجناحين بتوعنا بشكل كبير جدا لان عندهم خطوره من الناحيه اليمنى ومن الناحيه اليسرى، والعرضيات الكروسات بتاعتهم تقيله جدا وبيسجلوا منها اهداف، فبالتالي ان احنا لو تركنا لهم المساحات دي هنواجه صعوبات كبيره جدا، ولكن احنا معانا خط الدفاع بتاعنا قوي بيقدر يلعب بالراس بشكل كبير جدا، الشناوي في الكرات العرضيه ممتاز، فبالتالي انه مفيش خطوره من هنا. الدور الهجومي اللي علينا هو الاهم في المباراه، انت امنت دفاعاتك بشكل كويس جدا، حجمت الملعب دفاعيا، ولكن الدور الهجومي لازم يبقى زياده النهارده، لان انت لازم تستغل اي فرصه تجيلك، لان عندهم ساندوس الحارس يعني البرازيلي ليس على المستوى المأمول، حارس دخل فيه 3 اهداف في 3 ماتشات في المجموعات، فبالتالي انه مش حارس قوي بالظبط، مش حارس قوي، كمان كل الكور اللي بتشات عليه اعتقد انه غالبتها يا اما بتخش يا اما بتمثل خطوره، لازم تستغل ده، لازم يبقى عندك لعيبه بتصوب من بره بشكل كبير جدا، لازم تستغل الجناحين بتوعك سواء طاهر محمد طاهر او رمضان في العرضيات او الكروسات لاحمد ياسر ريان، تستغل كل ده، واهم من ده كله التركيز 90 دقيقه في الملعب، هتلاقي نفسك عملت نتيجه ايجابيه امام البرازيل وتقدر
بسهولة انك انت مش بتكلم بسهولة ان منتخب البرازيل منتخب ضعيف، لا منتخب قوي جدا قوية. ومصنف، ولكن زي ما اسبانيا كانت جاية تلعب مع مصر ويعني هي انها خلاص هتكسب مصر بنتيجة تقيلة جدا، اصطدموا بالواقع ان هم يعني خارجين بنتيجة ايجابية 0-0. حتى الصحف الاسبانية شنت هجوم كبير جدا على يعني لاعبي اسبانيا، ازاي نتعادل مع مصر بالشكل ده، انت مفنش بشكل كويس جدا في اليورو، بطل عالم في الفئة السنية دي، ما كانوش متوقعين ان مصر تعمل كده مع اسبانيا. ده نفس الكلام مع البرازيل، لو انت استغليت ده تامين دفاعاتك مع الخطف الهجومي هتقدر تخلص الماتش. طب تفتكر كابتن شوقي غريب هيلعب النهارده بهجوم ولا بحذر اكتر؟ انت لسه قايل دلوقتي ان احنا بنفضل طبعا ان هو يلعب يعني بطريقه هجوميه اكتر، لكن تفتكر هنلعب بحذر ولا هنهجم؟ لا ده فضل وعشان بس انت يعني بتحليلتك مش عشان هو قال يعني لا بص، كابتن شوقي من المدربين اللي هو ما بيغيرش فكره بشكل كبير جدا، يعني هو بيغير واحد واحد. حتى لو لاحظت التشكيل في ثلاث ماتشات هو قريب جدا من بعض. الوحيد اللي يعني مثلا كان بادئ بامام عاشور اساسي، بعد منه الوحيد اللي اتغير كان امام عاشور، بعد كده طاهر محمد طاهر كان ريح في المباراه الاخيره وبدا بصلاح محسن، فبالتالي حتى تغييراته بسيطه جدا وقليله جدا. حتى الماتش اللي فات عن الماتش ده، ماتش استراليا عن الماتش ده، هو تغيير وحيد اللي اعتقد اللي هيبقى موجود انه طاهر هيلعب اساسي على حساب صلاح محسن، وكل التشكيل هيبقى زي ما هو. هو القصه في الادوار بتاعه اللعيبه، انه بدل ما انا بدل اللعيبه ادوار دفاعيه اكتر، بدل اللعيبه مساحه من الهجوم، بمعنى ان انا عندي رمضان وعندي طاهر وينجين قدام كريم العراقي واحمد فتوح، بدل ما انا بخليهم يرجعوا يدافعوا مع فتوح، لان انا بديهم ادوار هجوميه اكتر. ده اللي بيفتح الملعب. وكابتن شوقي ان هو من قراءته للبرازيل يعني اعتقد ان هو اول جزء من المباراه، اول نص ساعه من المباراه هيلعب بتامين دفاعي بحت، بحيث ان هو ما يتخطفش جون بدري يصعب المباراه على نفسه وعلى اللعيبه ويمثل ضغط على اللعيبه. وكل ما يعني الوقت يمشي وانت متعادل مع البرازيل او متقدم مع البرازيل، انت بتمثل ضغط كبير جدا عليهم وانت بتكتسب ثقه. فبالتالي ان هو طريقته النهارده يامن دفاعيا في الجزء الاول من المباراه، ثم يبدا الاعتماد على الجانب الهجومي. طيب هل بقى تغيير الملعب وتغيير المدينه كمان اللعيبه خاضوا فيها مبارياتهم اللي فات، هل هيأثر على اللعيبه؟ مش هيأثر بشكل كبير، لانه كل الفرق يعني نفس الوضع، كل الفرق بتتغير. المدن انت لعبت ثلاث ماتشات في ثلاث مدن مختلفه، والنهارده بتلعب في سايتاما برضو مدينه مختلفه بشكل كبير. انت يعني كمان الوقت كمان ضغط على اللاعبين، انت المواصلات كانت في قطار ست ساعات من الماتش الاخير للبلد اللي هتستضيف المباراه بتاعت اليوم. فبالتالي ده على الكل مش على المنتخب المصري فقط، لا فقط يعني، ولكن في استشفاء باللاعبين. حتى كان اخر تصريح لكابتن شوقي غريب انه خلال الايام دي بين الماتش والتاني ما بيقدرش ان هو يشتغل بدني كبير جدا، هو استشفاء للاعبين عشان خاطر الارهاق، و بتتكلم في اولمبيات مش ماتشات سهله جدا. فبالتالي انه اللاعب بيبذل كل ما يملك في ال 90 دقيقه، لازم تشتغل معاه استشفاء بشكل كبير. ده اللي بيفرق معاك، وتجهيز اللاعبين ذهنيا وفنيا اهم من انك انت طبعا بتشتغل على البدن. يعني مين يعني اللاعب اللي في وجهه نظرك معاه يعني قادر يحسم المباراه، وايه مفاتيحنا للفوز؟ مفاتيحنا للفوز عندنا مفتاحين مهمين جدا. اولا الكروسات، سواء كريم العراقي او احمد فتوح من اليمين ومن الشمال، دول مهمين جدا لازم نشتغل عليهم، خصوصا كمان انه المدافعين بتوع البرازيل الف شوي اريانا بيهاجموا بشكل كبير جدا رايحين جايين، فبالتالي في مساحات كبيره وراهم، لازم نستغل ده بشكل كبير في الكروسات مع وجود احمد ياسر ايام يجيد اللاعب بالراس، فبالتالي تقدر تهدد مرمى سانتوس البرازيلي. الورقه الرابحه من وجهه نظري في مباراه اليوم هو رمضان صبحي، لانه داني الفيش لعيب خبرات بشكل كبير جدا، ولكن سنه كبير، بتتكلم في 38 سنه، رمضان 23 سنه، فبالتالي في فرق كبير جدا في السرعات، وبيزيد بشكل كبير جدا. يعني انت بتشوف داني الفيش طول الوقت في عندنا في نص ملعبنا، فبالتالي في مساحات وراه يقدر رمضان يستغلها بسرعاته وبمهاراته في مباراه اليوم، وده اللي حصل في مباراه الاستراليا في البينيه اللي بينه وبين احمد فتوح، وقدر يعدي من مدافع استراليا في منطقه ال 18 ويعمل الباص لاحمد ياسر ايان ونسجل هدف الاول في استراليا. طيب اخيرا، احنا اي ناقد رياضي بيجي لما يكون في عندنا حدث رياضي بناخد منه توقعاته وبتحصل، انا بقول لك اهو بتحصل، فقول لنا توقعاتك ومين هيجيب الاهداف بالنسبه للماتش. يعني رؤيه انه صعب جدا، ممكن نوصل لاكسترا تايم وممكن نوصل لضربات الجزاء. توقعي لو البرازيل في اول ربع ساعه ما خطفتش جون، نقدر ان احنا نوصل معاها للاكسترا تايم وضربات الجزاء، واعتقد في ضربات الجزاء كفتنا الارجح
حتى انه البرازيل ذات نفسهم خايفين من ضربات الجزاء من اللي حصل في كاس العالم للانديه وماتش الاهلي وبالميراس البرازيلي وتصدي الشناوي لضربتين جزاء من لاعبي البرازيل، فبالتالي فرصنا احسن. فيعني توقعات وامنيات الاثنين ان شاء الله هنكسب البرازيل ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق ليهم، دعواتنا ليهم ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يوفقهم ويفرحونا كالمعتاد. شكرا ليك محمد المهدي ناقد رياضي، شكرا جزيلا ليك. شكرا جدا يا فندم. كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، كنا مع حضراتكم النهارده على مدار 3 ساعات. شكرا على المتابعه.